السلام عليكم ازيكم يا دكاترة يا رب ان شاء الله جميعا تكونوا بخير ما مع بعض بنستكمل في الفيديو ده محاضرة جديدة معانا من محاضرات الانترنال ميديسن في الجزء الخاص بالاندوكراين سيستم واللي هنبدأ نتكلم مع بعض ان شاء الله في النهاردة تحت عنوان ثيرويد جلاند ديس انا عايزك بس كده في البداية تصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام وتعالى في البداية اديك مقدمة سريعة افكرك بيها بالاناتومي والهيستولوجي والفسيولوجي الخاص بالثيرويد جلاند او الغدة الدرقية بحيث ان ده هيساعدنا ان شاء الله في فهم الامراض والدس اوردرز اللي هنتكلم عنها بعد كده خلال فيديوهاتنا النهارده واللي جايه باذن الله في الانترنال ميديسن صلي كده الاول بس على الحبيب عليه الصلاه والسلام مبدئيا كده يا شباب الثيرويد جلاند او الغده الدرقيه دي بنقول عليها عباره عن واحده من الاندوكراين سيستم اللي موجوده عندي في اللور بارت ان ذا فرونت اوف ذا في مقدمه الرقبه كده في الجزء السفلي من مقدمه الرقبه ودي زي ما انت شايف في الصوره كده عامله زي حرف الاتش تمام ليها تو لوبز بالمنظر ده هو التو لوب وعندنا ما بينهم شويه انسجه بنسميها الايه الازمس يبقى ده الاستراكشر في الاناتومي بتاع الثايرويد جلاند تعال كده نقرا مع بعض يقول ان الثايرويد جلاند لوكيتد في اللور بارت ان ذا فرونت اوف ذا نيك وتتكون من تو لوبز متصلين مع بعض بحاجه بنسميها الازمس طبعا يعني نسبيا بنقول مع بعض ان طول اللوب تقريبا بيبقى حوالي 4 سم في الطول والعرض بتاعه تقريبا من 1 ل 2 ايه سم في العرض طيب الغده دي يا جماعه زي ما انت عارف هي بتبقى موجوده قدام التراكية واللارنكس دي الليرنكس اللي الحنجره طبعا زي ما انت عارف ودي التراكية اللي هو القصبه الهوائيه وكلهم يا جماعه مغلفين بفاشيه تمام الكلام ده بالتفصيل هناخده ان شاء الله في الجراحه بما انه هيهمنا اكتر في الجراحه فالفكره بكل بساطه ان الغده دي يا جماعه بتتحرك مع البلع لما اجي ابلع كده ريقي بمعنى تاني او اجي ابلع اي حاجه هلاقي باختصار كده الغده دي بتتحرك معايا ودي من الحاجات اللي هتميزني بعد كده لما اقول لك ان في ثايرويد جلاند سويلنج في انتفاخ يا جماعه في الغده دي ازاي اتاكد فعلا ان هو هي الغده اللي منتفخه اقول للمريض ايه ابلع ريقك هلاقي فعلا الغده بتطلع وتنزل معايا طيب عايزين برده نفتكر الهيستولوجي بتاعها طبعا زي ما قلت لك الغده دي عباره عن تو لوبس لو جينا نبص في اللوب نفسها نلاقيها عباره عن لوبيولز يعني عباره عن ايه عباره عن فصوص صغيره خالص كده ولما جينا نبص مع بعض في اللوبيولز اللي قدامنا كده يا جماعه لقينا انها من الثيرويد مجموعه من الثايرويد فوليكلز مجموعه من الحويصلات كده عباره عن ايه بص كده معايا ادي إيه دي عباره عن كده ايه لوبز على بعضها خلاص لقيت فيها ايه ادي آه ثايرويد فوليك وادي ثايرويد فوليك وادي ثايرويد فوليك وادي ثايرويد فوليك وهكذا فهمت الفكره طيب بكل بساطه يا جماعه الثايرويد فوليك عباره عن ايه في بتاعها اول حاجه خلايا فوليكولار سيل بنقول عليها ايه خلايا فوليكولار سيل دي خلايا بتبقى يا جماعه كيوبيكال ان شيب كيوبيكال ان شيب في النورمال كيوبيكال ان شيب يعني مربعه تمام كده وكلها عامله مع بعضها كده فوليكلز او حواسيب كبيره بتحيط بماده جيلاتينيه قاعده في النص هنا جليكوبروتينز بنسميه الثايروجلوبين اللي هو عباره عن كولويد. بنقول عليه ايه الكولويد. الكلوي ده عباره عن بروتينز او جلايكوبروتين بنسميه ثيروجلوبين وافهمك دلوقتي ايه الفكره منه بكل بس بساطه طيب هل دي بس الخلايا الوحيده اللي عندنا قال لي لا في عندنا كمان يا جماعه خلايا بتبقى قاعده بقى بره الفوليكلز كده وممكن تبقى مشاركه احيانا في تكوين الفوليكل بنسبه قليله جدا بنسميها البارا فوليكولار سيل بارا يعني جنب فوليكولار سيل خلاص طبعا الفوليكل ديت يا جماعه او الفوليكل سيل دي هي مسؤوله عن تصنيع الهرمونات المهمه اللي عندنا اللي هي تي 3 و تي 4 ام اللي هم عليهم هرمون اما البارافليكولار دي هناخد مع بعض بعد شويه انها بتصنع هرمون اسمه الكالسيتونين وده مهم في تنظيم الكالسيوم في الدم طيب يبقى مبدئيا بيقول لي في الهيستولوجي ان الغده دي مجموعه من الفوليكلز يا جماعه سفيكال فوليكلز اللي مهمتها بكل بساطه انها تمتص الايودين من الدم ويمكن نراجع الكلام ده احيانا وسط الشرح دلوقتي اللي هو ازاي بتصنع الثيرود هرمون بمتص الايودين من الدم عشان اقدر اصنع منه يا جماعه الايه الثيرود هرمون يبقى ابزور بالايودين فروم ذا بلاد عشان اقدر اصنع منه الثيرود هرمون وبعد كده بعد ما بصنعه يعني بص كده معايا في الصوره بعد يا جماعه باختصار كده ما بدخل الايودين واصنع هنا الثيرود هرمون اقوم راميه هنا في منطقه الكلويد عشان يمسك زي ما قلت لك في بروتين اسمه ايه الثايروجلوبين بروتين وفي الحاله دي هيفضل يتخزن عندي لما جسمه هيحتاجه هقول لك دلوقتي ازاي هيبعت اشاره هيبعت للخليه بتاعتي عشان تقوم تعيد تاني اخده مره تانيه تفصل عنه الثيروغلوبين بروتين وتعمل له ريليز ان ذا ويبدا بقى يؤدي الفانكشنز بتاعته يبقى ده بفكرة باختصار كده الثيرود هرمون تاني يبقى بيقول لي ان الفوريكل دي بتعمل ابزورب للايودين من البلاد وتنتج الثيرود هرمون بعد كده تروح تخزنه يا جماعه عندي ايه في الثيروغلوبين طيب عشان كده بيقول لي ان 25% من الايودايد اللي موجود في الجسم يا جماعه هو موجود في الثيرود جلاند ودي معلومه هحتاجها بعدين ان انا لو دخلت للجسم يا جماعه ايودين ده معناه ان اول مكان هيروح يترسب فيه هو هيبقى ايه؟ الغده الدرقيه لان هو بيحب الايودين باختصار كده. طيب تعالى بقى نتكلم سريعا عن موضوع الثيود هرمون ايه قصته وايه اشكاله وايه اللي بينظمه اساسا؟ زي ما احنا متعودين مع بعض قبل كده وذكرنا ان انا عندي موجوده في البراين يا جماعه حاجه بنسميها الهايبوثالاموس تحتها غده بنسميها البيتوتري جلاند ودول بعتبرهم المنظمين لاي غده عندنا في الجسم او اغلب الغدد اللي موجوده في الجسم اللي هي سيستم. بنقول مع بعض ان الثيرويد اللي المفروض بتحفز هرمون تحفز بيه البيتيتري جلاند والبيتيتري جلاند بدورها تحفز يا جماعه هرمون يمشي في الدم برده يحفز بيه الثيرويد جلاند عشان تطلع مين تي 3 و تي 4 اللي هم الثيرويد هرمون بتاعنا وصلت يبقى تعالى كده نقرا مع بعض الكلام اهو بيقول لي ان الثيرويد هرمون يا جماعه زي ما كل بساطه كده الهيبوثلاماس بتنتج حاجه اسمها ثايروتروبين ريليزينج هرمون وده اللي بدوره بيروح يحفز يا جماعه البيتيتري جلاند الانتيريو بيتيتري جلاند انها تطلع التي اس اتش ثايرويد هرمون ومن اسمه كده ده هينزل يحفز الثيرويد جلاند يا جماعه انها تبدا تنتج الايه الهرمون بتاعي وخد بالك من نقطه مهمه عايز افكرك بيها انا دلوقتي يا جماعه التي اس اتش لما هينزل على الهرمون هنا ركز معايا التي اس اتش يا جماعه بكل بساطه سوري بس خلينا بس ايه نصغر الخط شويه طيب اول لما التي اس اتش يا جماعه هيجي يشتغل على الثيرويد جلاند دي الثيرويد آه فوليكل بيبدا يعمل فيها حاجه بنسميها الهايبرتروفي اند هايبوبليجيا بيزود حجم الخليه وبيزود كمان عددها فبتبقى الخليه عندي كلها شيب بتبقى الخليه ايه كلامنر بالمنظر ده طولت طولت بالمنظر ده وكمان بنقول مع بعض ان هو هيبدا يحفز الغده انها تفرز مين؟ الثيرود هرمون حلو طب هجيبه منين؟ من الكولويد ده يا جماعه فيبدا الكولويد حجمه يصغر والخلايا بتبقى كبيره تبقى ايه؟ كلامنر كده بالمنظر اللي انت شايفه ده يبقى اللي حصل بكل بساطه ان الفوليكل يا جماعه بقت خلايا كلامنر سيل والكولويد بدا حجمه يصغر اللي اللي قدامك بينظر في المنظر ده بنسميها اكتف فوليكل اكتف فوليكل يعني يعني فوليكلز شغاله واكتف وعماله ايه؟ تطلع اللي فيها طيب في فوليكلز تانيه ممكن ما تستجبش في اللحظه دي حسب حاجه الجسم يا جماعه انا بحفز فوليكل حسب حاجه الجسم اتفقنا على المعلومه دي ففي حاجه بنسميها ثايرويد او عليها اكتيف فوليكل وفي حاجه هنسميها ان اكتيف فوليكل ودي لما تبقى بقى سكويموس سيل يعني بنقول مع بعض في الحالات دي بقى الخلايا اللي مش او الفوليكل السولي اللي مش هتبقى شكلها فوليكولار سيل هتبقى عباره عن سكويموس رفيعه والكلويد اللي في النص هيكتر لان طبعا انا عمال اصنعه مش برمي في الدم بخزن 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 بخزن, بخزن يبقى الكلويد حجمه ايه بيزيد يبقى دي بسميها اكتف فوليكل لكن دي بسميها ايه يا جماعه بسميها الان اكتف فوليكل المعلومه دي هتهمني في حاجه اه هقول لك كمان شويه ان الغده الدرقيه ممكن تنتفخ ممكن يحصل لها يا جماعه انتفاخ سواء ان انا الدم عندي أكتيف بالمنظر اللي قدامك ده اتجمعت عندي بسبب الهايبرتروفي والهايبربليجيا والخلايا عمالة تزيد في العدد والحجم دي يا جماعه فده هيعمل انتفاخ في الغده الدرقيه او العكس حتى لو الغده مش شغاله ده ممكن يعمل بايتر او ممكن يعمل انتفاخ كمان بس المره دي هيبقى بسبب تراكم مين تراكم الكولويد ده وهنشوف مع بعض الكلام ده كمان شويه خلينا بس كده الاول ما نستبقش الاحداث واحده واحده كده معايا يبقى بيقول لي يا جماعه ان الثيرويد جلاند دي هتبدا تفرز الهرمون اللي بنسميه الثيروكسين هرمون اللي هم عندنا عباره عن حاجه الثيروكسين هرمون ده يا جماعه اللي هو بنقول مع بعض فيه حاجه اسمها تيترا ايودوثيروكسين اللي هو الهرمون ال تي 3 يعني وده باختصار كده بيروح طبعا هو وتي 4 يعني المفروض اللي بيطلع عندي اثنين اللي هم تي 3 و تي 4 بس خد بالك من حاجه اللي بيكتر بيطلع اكتر من الغده هو تي 4 ده اللي بيطلع اكتر اصلا من الغده بكميه كبيره. طيب بس خد بالك بعد كده اصلا في الجسم بيرجع تي 4 ده يرجع ثاني يتحول لتي 3 عشان ده اللي بيشتغل يعني ده المور بوتنت. فيما يجي لي سؤال يقول لي مين اكتر واحد بيطلع من غده؟ اقول له تي 4. لكن مين هو المور بوتنت واللي غالبا بيبقى موجود بقى في البريفرال تيشو كميه اكتر هو تي 3 يبقى مكتوب قدامك ان الثايرويد هتبدا تفرز كميات كبيره من تي 4 يا جماعه وده هيبدا يتاخد عن طريق بقى يتحول ايه تي وكمان تي 3 يبقى مين اللي تي 4 وكمان تي 3 الثايرويد جلاند كمان اهي بتقول لك بتفرز كميه قليله من تي 3 هنا بيقول لي يا جماعه ان تي 4 دي وهي ماشيه في الدم بعد كده ممكن اعمل لها دي ايونايزيشن او دي اي سي ايودينيشن اللي هو اشيل منها ايود بدل ما تي 4 هشيل منها ايود هتبقى تراي ايودو ثايرولين اللي هو تي 3 فبيقول لي باختصار ان انا هطلع تي 4 وتي 3 بس في الاخر تي 4 ده زي ما قلت لك بيتحول لايه لتي 3 طيب بس عايز يفكرني برده بنقطه مهمه جدا يا جماعه الثيرويد هرمون لما هيطلع من جسمك هيمشي ازاي زيه زي, زي اغلب الهرمونز الموجوده في الجسم بيبقى منها جزء فري بارت وده الجزء اللي بيدي مفهول اساسا بنسميه الاكتيف بارت وفي جزء هيبقى ماسك عندي في البروتين بريت بروتين باوندنج ثيرويد هرمون بنقوله مع بعض اللي هو اسمه ثيروكسين بايندنج جلوبين طيب انا هيهمني الكلام ده في حاجه اه بعد كده هنشوف مع بعض في التحاليل وغيرها بس هي بشكل عام يا جماعه الاكتف بارت بيبقى اقل من 1% ولما هيخلصوا هبدا افك بقى من ايه؟ من الباوند بارت دول. طيب لحد دلوقتي الكلام ايه؟ بيمشي معايا واحده واحده مفيش حاجه صعبه خالص. كل الكلام ده يا جماعه جاست بس مقدمه بنفهم مع بعض فكره الثيرويد طيب عايزين نفتكر برضه مع بعض حاجه بنسميها الهايبوثلامو بيتيوتري ثيرويد اكسس اللي هو بنقول مع بعض كده ايه؟ الخط اللي قدامك ده. ان زي ما قلت لك من شويه الهايبوثلامس بتفرز حاجه اسمها ايه؟ اتش اللي بدوره يا جماعه بيحفز الانتير جلاند تفرز ايه؟ التي اس اتش اللي هو الثيرويد ستيميتنج هرمون وده بدوره بينزل على الغده بتاعة الثيرويد جلاند هيحفز ايه؟ هيحفز الريليز بتاع الثيرويد هرمون وفي نفس الوقت هيحفز تصنيع ثيرويد هرمون جديده تمام؟ يبقى دي الفكره بتاعته فبيقول لك بقى خد بالك من حاجه لو الايودين مناسب وكميته مناسبه في الجسم مفيش مشاكل في الايودين عشان ده حته مهمه دلوقتي في الامراض هيقول لي يا جماعه لو الايودين كميته كويسه في الحاله دي هبدا اطلع ايه؟ تي 3 وتي 4 طب وبعدين يعني؟ منطقي زيه زي اي هرمون يا جماعه بيعمل حاجه اسمها لونج لوب نيجاتيف فيدباك بيروح كده يمنع الانتيريو بيتري جلاند انها تشتغل والهايبوثالاموس بحيث ان هم يقللوا الهرمونات دي فبالتالي يبدا الليفل بتاع تي 3 وتي 4 يستقر شويه بدل ما يعلى قوي طيب ويوم ما هيبدا ده يقل ها يوم ما يبدا مستواه يقل يبدا بقى النيجاتيف فيدباك ده يقف صح كده هيبدا النيجاتيف فيدباك ده يقف وهتبدا تاني يطلع يا جماعه الثيرويد التي ار اتش ويبدا يطلع كمان تاني مين التي اس اتش ويطلع تاني ثيرويد هرمون وهكذا ده زي اي هرمون في الجسم طيب المشكله بقى بينى امتى عشان بس لما نيجي نتكلم دلوقتي مع بعض هتقابلني مثلا في حاله لو الايودين مش كافي لو قال لي يا جماعه افرض معايا كده ان جالي التي اس اتش يقول لي طلع لي ثيرويد هرمون وانا مش لاقي الماده الخام اللي اسمها الايودين الايودين عشان اصنع ثيرويد هرمون في الحاله دي هيبقى الثيرويد هرمون ما بيطلعش فتستمر يا جماعه بتيوتر جلاند انها تفرز ايه اكسس تي اس اتش. فده هيبدا يحفز التي اس اتش يطلع اكتر طب يا دكتور نعم انا ما عنديش ايودين هعمل ايه الغده بتقول لي اعمل ايه اقول لك ما تعمليش حاجه استجيبي وانت ساكته يعني ايه استجيبي يا دكتور يعني تبدا تعمل هاي بارتروفي وتكبر في الحجم يا جماعه وتعمل حاجه بنسميها الجويتر يبقى الجويتر ده يا جماعه هو عباره عن ايه هو عباره عن انتفاخ في الغده الدرقيه ممكن يحصل بسبب ان الايودين غير كافي ودي من اشهر الاسباب الجويترز بشكل عام وليس السبب الوحيد طيب يبقى احنا فهمنا مع بعض تعريف الجويتر هو سويلنج في الثيرويد جلاند وده مش موضوعنا خالص هنا يا جماعه في البطنه يعني انا في في البطنه هركز معاك دلوقتي على ان انا اقول لك في زياده في الثيرويد هرمون او في نقص في الثيرويد هرمون وايه المشاكل اللي ممكن يعملوهم ده اللي يهمني انا هنا في البطنه لكن في الجراحه هناك يهمك بقى تاخد الثايرويد ديس اوردر من منظور الجويتر اللي هو انا عندي انتفاخ عايزين بقى نبدا نصنفه عايزين نبدا نقول الانتفاخ ده ممكن يبقى ايه حالات بتاعته بس انا يهمني هنا اكتر زي ما قلت لك اللي هو لما تقول لي في خلل في الثيرويد هرمون فبالتالي انت غالبا هترجع لادويه عشان تضبط او تصلح او تعمل حاجه لكن الجويتر ده يا جماعه مش كاركترستيك مثلا لزياده او نقص الثيود هرمون ممكن يا جماعه حد يبقى عنده الثيود هرمون طبيعي ويحصل له جويتر وممكن يبقى الثيود هرمون عنده عالي ويحصل له جويتر وممكن يبقى الثيود هرمون عنده قليل ويحصل له جويتر يعني باختصار كده يا جماعه ليس حاجه مميزه لو حاجه من الحالات اللي احنا بنتكلم عنها اه دي التقسيمه اللي ان شاء الله باذن الله هتاخدها بالتفصيل في محاضرات الجراحه فمفيش موضوعي خالص النهارده بس حبيت افكرك بيها احنا عندنا يا جماعه الجويتر ده ممكن يبقى سيمبل وكلمه سيمبل هنا معناه ان هو ما بيفرزش حاجه يعني هو الغده منفوخه اه بس ما بتفرزش زي ما قلت لك اي هرمونات تمام سواء كانت ديفيوز بقى او نودولار وصلت طيب في بقى التوكسيك جويتر ودي بقى اللي هنتكلم عنها النهارده على تبعاتها اللي هو كلمه توكسيك معناها ايه زياده في الثيرويد هرمون يبقى حاجه عن حاجه بنسميها ثايروتوكسيكوزيس في هنا سميه من زياده هرمون في الجسم خلاص فدي ممكن تحصل لها بسبب عده امراض هنتكلم النهارده على الجرافز ديزيز الجرافز ديزيز قصته باختصار ده بيعمل ديفيوز يا جماعه جايتر يعني بينفخ الغده كلها في مالتي نوديولار توكسيك جايتر هنتكلم برده عنه خد بالك في مالتي نوديولار سمبل يعني يبقى في اكتر من نوديول واكتر من انتفاخ كده في الغده بس من غير ما يفرز اي حاجه او ممكن يبقى توكسيك وده هنتكلم عنه النهارده او كمان التوكسيك ادينوما ودي عباره عن ورم حميد بيحصل عندي فين في غديه جلاند يبدا يفرز هرمون جلاندو كيميائياته بكميه كبيره يبقى ده برده هنتكلم عنه ان شاء الله النهارده باذن الله هو موضوعنا اساسا النهارده هنركز فيه على جزء الايه التوكسيك يا جماعه اللي بتحصل زيادة فى هرمون. الهرمون طيب فى حالة تانيه عندنا مثلا زى ان يحصل ايه نيوبليجيا يعنى ورم سواء ورم حميد او خبيث في بقى انفلاميشن ودي برضه هنخصص لها ان شاء الله اخر فيديو معانا اللي هو حاجه بنسميها ثيرودايتس التهاب في الثيرويد جلاند ممكن هذا الالتهاب مثلا يبقى اوتو إميون المناعه عماله هاجم وعماله تدمر فده هناخده ان شاء الله قدام اسمه هاشيموتو ثايرودايتس او في حاجات بقى ثانيه زي كرونيك انفلاميشن مثلا يعملوا حاجه بنسميها ديجروفيريان ثايرودايتس بيحصل فيها فيبروزس هي والريدال ثايرودايتس الكلام ده ممكن هنذكره ان شاء الله في الفيديوهات الجايه بالتفصيل او ممكن تبقى انفكشن بغض النظر بقى عن نوع الانفكشن مع ان دي حاجه قليله ونادره يعني إن يحصل انفكشن يا جماعه في الثيرويد جلاند حاجه صعبه قليله ليه يا دكتور عشان في هاي فاسكولاريتي هنا يا جماعه فيه هاي في هاي فاسكولاريتي في الثيرويد جلاند فده بيقلل شويه ايه بيقلل شويه الاصابه بكتيريا الانفكشن وبقائها فتره طويله مناعه رايحه جايه في المكان ده اخر حاجه ممكن بقى اذر كوزز ممكن تنفخ لي الغده زي مثلا يبقى في اميلودوزز وكلمه اميلودوزز هنا بمعنى ان في بروتين تمام اترسب عندي في الغده بيبقى ابنورمال بروتين يعني بنسميه اميلويد بروتين طيب انا مش عايز اطول عليك في الجزء ده بما ان زي ما قلت لك كده موضوع مش موضوعنا خالص ان انا اكلمك في الجدول والتقسيمه دي هتبقى ان شاء الله خاصه بيه في محاضرات الايه؟ الجراحه. بس خلينا بس ندخل في موضوعنا شويه حبه حبه، انا هاخد لك من منظور تاني، انا عايز اركز معاك من منظور يا جماعه حته الهايبر والهايبوثيرودزم، يعني عايز اركز معاك في محاضرات البطنه هنا على الحالات اللي هيبقى فيها زياده في الثيرود جراند وازاي بنتعامل معاها، والحالات برضه اللي هيبقى فيها نقص في الثيرود وازاي هتعامل معاها. لان في الجراحه ممكن تلاقي بيتعامل كمان مع حاجه اضافيه وهي الغده الطبيعيه، بس حجمها كبير فهي كوزموتيكلي مش حلوه يعني جماليا كده مش عجباني وهي كبيره كده فانا عايز اشيلها عادي ممكن برضو وصلت طيب يبقى ركز بس معايا في الرسمه اللي قدامك دي عشان مهمه جدا احنا الاحتمالات قدامنا ايه يا جماعه احتمالات يا اما الغده تبقى سليمه ايو ثايروديزم وده لما يبقى عندي نورمال تي 3 وتي 4 ونورمال تي اس اتش فدي حاجه بديهيه خالص طيب الاحتمال التاني ان يبقى عندي هايبر ثايروديزم هايبر ها ثايروديزم ولو انت ملاحظ معايا في برايمري ها وفي ايه سكندري هايبر الاحتمال الثالث ان يبقى عندي فيه هايبو ثايروديزم صح كده يبقى نقص في مين في الثيرويد هرمون طيب قبل ما اقول لك بس ايه فكره الهايبر والهايبو تعالى بس نشوف مع بعض الرسمه اللي قدامي دي دي بس بتفكرني يا جماعه بمصطلحات احنا ذكرناها كتير قبل كده لما اجي اقول لك في عندنا برايمري هايبو ثايروديزم غير لما يبقى سكندري غير لما يبقى ترشري يعني ايه يا دكتور تعالى نشوف كلمه هايبو ثايروديزم قولا واحدا كده نقص في الثيرويد جلاند واضح واضحه جدا اهي نقص في الثيرويد جلاند هيبقى قليل يبقى هنا جماعه بايظه ما بتفرزش هرمون طيب هل ده معناه ان البيتيوتري جلاند بايظه؟ لا البيتيوتري جلاند سليمه فغالبا عماله تحفز ايه؟ عماله تفرز تي اس اتش. بلاحظ معايا في البرايمري يا جماعه ان التي 3 وتي 4 قليلين لكن تي اس اتش ماله عالي لان الغده البيتيوتري عماله تحفز بغرض انها تزود تصنيع ومفيش فايده لان الغده بتاعتك بايظه اللي هي جلاند بايظه. طيب ده الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني لما اجي اقول لك بقى السكندري، السكندري ده معناه ايه؟ ده معناه يا جماعه ان البيتيوتري جلاند هي اللي بايظه، الثيرويد سليمه ولكن هذا المرض حصل بشكل ثانوي بمعنى ايه؟ بمعنى البيتيوتري جلاند بايظه فما عادتش بتطلع تي اس اتش يبقى تي اس اتش ماله بيقل صح ولكن التي 3 وتي 4 مالهم برضه بيقل ما هو تبقى تابع عليها هيقل ما هو هايبوثيرويدزم يا جماعه طيب بس خد بالك ان التي ار اتش بيطلع عادي طبيعي اللي بيطلع من الهايبوثالاموس بيطلع طبيعي عادي فده ايه عالي يبقى لاحظ معايا كده في البرايمري يا جماعه كان واحد بس القليل اللي هم التي 3 وتي 4 لان المشكله في الثيرويد جراند في السكندري لا السكندري عندنا مين كمان باظ ها مين كمان باظ التي اس اتش اهو باظ هو كمان لان هو المشكله اصبحت في البيتيتوري جلاند ادت الى بعد كده خلل في الثايرويد جلاند اخر احتمال عندنا تيرشري بقى ان تي 3 وتي 4 قليلين تمام ده بسبب ان اوريدي التي ار اتش مش قليل مش uh -huh موجود التي ار اتش مش موجود وبالتالي تي اس اتش مش موجود ففي الحاله دي يا جماعه التي ار تي 3 وتي 4 مش موجودين فهمنا ولا لا يبقى هنا الخلل فين في الهايبوثالاموس بنسميها تيرشري Hypothyroidism عشان بس لما تمر عليك المصطلحات دي سواء النهارده في الثيرويد جلاند سواء في اي غده قدام تبقى انت خلاص فهمت برايمري يبقى المشكله في الغده نفسها سكندري تبقى المشكله في حاجه تانية. تيرشري حاجه بتنظم بقى السكندري دي وصلت طيب يبقى نرجع بقى للرسمة الجميله دي رسمة دي مهمه جدا يا جماعه تلخص عليك حاجات كتير هنشرحها في الشرح يعني اي حاجه من اللي انا بزودها دي يا جماعه هي جاست بس الايه بفتح بيها معاك المواضيع مش عايزك تزود حاجه وراها مش عايزك تقعد تكتب ملاحظات كل الكلام ده هيتكرر قدام بس المقدمه دي هتسهل عليك جدا كل حاجات كتيره ها تعال نشوف مع بعض كده الاحتمالات قدامنا يقول لي يا جماعه هايبر ها ثايروديزم يبقى ده زياده في مين؟ زياده في تي 3 وتي 4 اهو شايف معايا زياده همت في هنا السهم طالع اهو قدام يبقى هنا في زياده في تي 3 وتي 4 بس خد بالك في حاله البرايمر يا جماعه هايبر ثايروديزم المشكله هنا بس يعني تي اس يا جماعه ماله؟ ها السي ممكن يبقى طبيعي ما بيكونش بيحفز تمام فيبقى هنا طبيعي او قليل بمعنى تاني كمان لكن لما اجي اقول لك بقى السكندري هايبر ثايروديزم لا غالبا هنا المشكله كانت في زياده في التي اس ادت الى زياده في تي 3 وتي 4 يبقى زياده تي اس اتش هي التي ادت الى مين؟ الى زياده تي 3 تي 4. جميل طب ايه الاحتمالات الثاني؟ هايبو اللي انا لسه قايلها لك من شويه ها الهايبو يبقى ده معناه ايه يا دكتور؟ معناه في نقص في تي 3 تي 4. طب هل المشكله في التي اس اتش؟ لا التي اس اتش ممكن يبقى طبيعي ما فيش مشاكل منه خلاص؟ لكن في المقابل البرايمري هايبو دي سكندري انا اسف سكندري يا جماعه يبقى هنا المشكله في التي اس اتش زي ما انا كتبنا هنا ايه؟ قليل هو كمان. لكن في البرايمري بقى لا التي اس اتش ممكن يبقى عالي بالعكس هيبقى عالي اساسا لان هنا المشكله في مين؟ في الغده بس. فهمتوا ولا لا؟ يعني مشكلة هنا يا جماعه في البرايمري المشكله عندي في الغده ان الهرمون فيها قليل بس التي اس اتش بتاعها ايه؟ عالي. يعني دي ناس حبيت بس افتح استفتح بيها زي ما بيقولوا كده بحيث ان احنا نفهم مع بعض ايه الفكره بتاعه كل حاجه من دول ولو انت لخبطت فيها او لسه مش واضحه معاك زي ما قلت لك ده مثال واضح اهو قدامك وان شاء الله باذن الله اثناء شرح الدنيا هتستوضح معاك اكتر طيب يا دكتور خلينا بس قبل ما نبدا بقى مع بعض ان شاء الله محاضرتنا النهارده نفهم بس الاول هو الثيرويد هرمون طالع يعمل ايه الاكشن اوف هرمون ركز معايا عشان بدايه الجزء ده ايه مهم جدا لو انت فهمته انت وفرت عليا كتير انت حرفيا وفرت عليا يا جماعه شرح كل المحاضره لان لما اجي اقول لك هايبر ثايروديزم يبقى زود كل اللي قدامك ده هايبو الغي كل اللي قدامك ده اتفقنا طيب صلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام اولا يقول لي هرمون من اسمه كده لو انتوا فاكرين ده هرمون الغده الدرقيه يعني بيزود معدل الحرق في الجسم صح؟ بيزود البيز الميتابوليك ريت يبقى منطقي جدا يا دكتور انك تقول لي بعد كده ان مريض الثيروتوكسيكوزيز او الهايبر هيبقى غير رفيع مثلا لو هو حاجه كرونيك بقى فتره طويله منطقي يا جماعه يبقى عنده ويت لوس عنده معدل الحرق عالي وهياكل كتير ومع ذلك معدل الحرق عنده عالي دي اول حاجه تاني حاجه الافكت بتاعه على الكاتيكولامين خد بالك في النقطه دي ايه الكاتيكولامين ده يا دكتور اللي هم ها سمباثيك بالظبط كده يبقى الادرينالين والنور ادرينالين يا جماعه باختصار كده بيقول ان هو بيعمل بوتنشيشن الايفكت بتاعهم بيزود السنسيتيفيتي بتاعه الالفا والبيتا ريسبتور الريسبتورز بتاعت ده معناه ان مريض الثيرويد هرمون اللي هيبقى عنده ثيرويد عنده عالي ده غالبا هيجي يشتكي من هايبرتنشن تنشن تاكي كارديا مشاكل ليها علاقه بالايه بالسمباثيتك اكتيفيتي صح ولا لا تمام جميل شوف انا احب كده وانت بتفكر معايا بصوت عالي طيب ايه كمان الاحتمالات اللي قدامي ايه رايك في معدل التنفس ما هو برضه ما دام زودت يا جماعه ايه هارت ريت بقى والدنيا كلها فهزود الفنتيليشن ريت لان انا بستهلك اكسجين كتير في استهلاك اكسجين بيحصل في الجسم مع معدل الحرق عالي يا اولاد يبقى انا بستهلك اكسجين كتير في الجسم طب ايه رايك على مستوى القلب ما لسه قايلين خلاص يا دكتور ما السمباثيك طلع والحرق عالي يبقى انا لازم ازود كميه الدم اللي طالعه من القلب اللي هي الكاردياك اوت بوت ولازم تزود الهارت ريت بما ان شغال ومعدل الحرق شغال. طيب على مستوى الجي اي تي احنا عندنا نقول مع بعض ان هو بيروح يزود الميتابوليزم بشكل عام ويزود كمان حركه الجي اي تي بالتالي يا جماعه ممكن يجي المريض بايه؟ بضياريه بالظبط كده هرمون لما يزيد ممكن يحصل له ضياريه على عكس الثاني مثلا في هرمون لما يقل ممكن يحصل له كونستبيشن ماشي فعلى مستوى السكيلتال ماسل يا جماعه انا اسف سكيلتال يعني هو الهيكل العظمي بشكل عام بيزود البون ترن اوفر اند ريزوربشن يعني بيزود يا جماعه السايكلز بتاعه الايه البون بناء العظم وهدم العظم انا عمال اسحب كالسيوم في معدل حرق في معدلات بناء عاليه انا عمال اسحب كالسيوم من العظم فده بنسميها ريزوربشن اللي هو امتصاص الكالسيوم من العظم بسحب كالسيوم من العظم وانتم عارفين طبعا ان حركه سحب الكالسيوم من العظم دي ممكن تعمل مع الوقت ايه هشاشه في العظام لو ما بياكلش كالسيوم يوازي الكميه اللي عماله تتسحب دي كلها طيب اهم حاجه بقى كمان عندنا معدل الميتابوليزم عندنا اصل الحاجات دي بيحصل فيها خلل رهيب جلوكوز بقى وبروتين ودهون لان بيترتب عليها امراض كبيره تعال نشوف ايه رايك في البروتين يا دكتور قال لي بيزيد معدل الحرق بتاع البروتين الثيرود هرمون يا جماعه كاتابوليك اكشن على البروتين طب وانا استفدت ايه بالمعلومه دي لما اجي اقول لك كمان شويه ان مريض الثايروتوكسيكوزيس بيحصل له ماسل ويكنس يعني ضعف في العضلات تبقى منطقي خالص لان البروتين عمال يتكسر من العضلات يا جماعه طيب بيزود كمان الجلوكو والجلايكوجين لايسز. وبيزود كمان امتصاص الجلوكوز من الامعاء يعني كل ده يا جماعه يعمل ايه لما مؤاخذه يعمل دايابيتس يزود سكر في الجسم بشكل كبير يبقى يعمل ايه يا جماعه دايابيتس اه طبعا فعلا يا دكتور ده الثيود هرمون كان واحد من الانتي انسولين هرمون الثيود هرمون كان واحد من الاخوه بتوع الانتي انسولين اللي ممكن يعمل سكر سكندري دايابيتس بل من اشهر اسباب السكندري دايابيتس هو زياده الثيود هرمون طيب طبعا مستوى الدهون بيحفز تكسير الدهون يا جماعه وبيقلل الكوليسترول طب بيقلل الكوليسترول دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ لو انت فاكر ان احنا بنحرق دهون فده بيخلي الشخص زي ما قلت لك ايه؟ جاي لك رفيع. بس في المقابل بتقلل الكوليسترول. طيب يعني انت قصدك لو نقص الثيرود هرمون هنا يزيد الكوليسترول في الدم يعمل لي امراض في القلب، صح؟ لو نقص الثيرود هرمون يزيد معدل الكوليسترول في الدم. طيب كمان ان هو مهم يا جماعه في البرين ديفلوبمنت وعشان كده لو نقص في الاطفال ممكن يعمل لهم مينتال ريتروديشن بمعنى يعني ان هو لسه ايه قبل تكون الايه المخ عندهم يبقى مهم جدا في المينتال ريتروديشن كذلك مهم يا جماعه في الاندوميتريال ثيكنس في الفيميل يعني هو اصلا مهم بشكل عام في الريبرودكتيف سيستم وفي الجينيتال سيستم نقص الثيرويد هرمون او حتى بالمناسبه زيادته بيعمل انفيرتيلتي ومشاكل ليها علاقه بالايه بالريبرودكتيف سيستم يبقى شايفين المقدمه دي المقدمه دي لخصت لي المحاضرات كلها اللي هنتكلم عنها خلال فيديوهات الانترنال ميديسن في الثيرويد يعني انت خلاص فهمت الزتونه بتاعت الثيرويد هرمون، اي بقى مرض زياده نقصان بدات تبقى فاهم الميكانيزم اللي هيحصل بيه من غير ما اقعد افسر لك كتير ان شاء الله، وما تقلقش واحنا بنشرح ان شاء الله هنشرح الحاجات دي تاني بالتفصيل. تعالى بس كده اول نصلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام، موضوعنا النهارده زي ما قلت لك هنخصصه على زياده الثيرويد هرمون اللي هو بنسميها الثيروتكسكوزز. طب يا دكتور معلش السؤال هو في فرق ما بين كلمه ثيروتكسكوز وهايبر اه في فرق بس فرق زي ما تقول كده ايه على الورق زي ما بيقولوا تمام دي اول حاجه تاني حاجه برضو عايزين نفهم سوا مع بعض يا جماعه ايه الاعراض اللي يشتكي منها مريض الثايروتوكسيكوزيس وفي اخر الفيديو ممكن ناخد بقى شويه حاجات ليها علاقه بالمالتي تو... بالمالتيبل توكسيك نودولار بالادينوما الحاجات برضو اللي ممكن تبقى من ضمن الحاجات اللي تزود الثيرويد هرمون في الجسم صلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام اولا كده يا شباب بيقول لي يعني ايه كلمه ثايروتوكسيكوزيس يبقى اسمها الشخص اللي عنده سميه ها من زياده الثيرويد هرمون صح بغض النظر عن مصدره هو عنده ثيود هرمون عالي ممكن يا جماعه يبقى فيه اكتوبيك تيومر هو اللي عمال ينتج الثيود هرمون يبقى بيقول لي يا جماعه هنا بيقول لي دي اني كونديشن ممكن تؤدي الى هاي ثيود هرمون irrespective تو ذا سورس بغض النظر عن المصدر بتاع هذا الهرمون لكن لما اجي بقى اخصص كلمتي بكلمه هايبر لا يبقى انا اقصد هنا ان thyroid جلاند هي اللي بتطلع هذا الاكسس thyroid هرمون فهمنا ولا لا يبقى ده بس الفرق ما بين الكلمتين ان الثايروتوكسيكوزيس مصطلح عام بيشمل اي زياده في هرمون سواء كانت جلاند او غيرها سواء كانت جلاند او غيرها لكن الهايبرثيرويدزم هو مصطلح خاص بالثيرويد جلاند فقط. طيب في مصطلحات برضو لازم تاخد بالك منها تمام؟ ولو انت متابع معايا من ورق مختلف ممكن تلاقي عندك مذكوره قدام مذكوره وسط الشرح بس لازم تبقى من دلوقتي. يعني ايه يا جماعه كلمه سب كلينيكال هايبرثيرويدزم او سب كلينيكال معناها ان الشخص ده مش جايب اعراض subclinical كلينيكال لسه ما ظهرش عليه اي ايه اي كلينيكال سايند اند سيمتوم طيب بس طب ما اللي قلت عليه اساس عنده هايبر يا جماعه هو مبدئيا كلمه ان ما ظهرش عليه اعراض ده معناه ان تي 3 و تي 4 طبيعيين يعني مبدئيا كده نتفق مع بعض ان ما دام ما ظهرش عليه اعراض فهو عنده نورمال من الفري ثايروكسين تي 3 اند ايه أنت تي 4 وصلت وانا قلت له subclinical كلينيكال ليه لان هو asymptomatic او حتى السيمتومز بتاعته تعتبر ايه بسيطه خالص لكن هو الفكره عنده في ايه عنده يا جماعه بقى الخلل فين في ان عنده لو ثايرويد stimulating هرمون ما احنا خلاص اتفقنا مع بعض في المقدمه ان المريض اللي هيبقى عنده يا جماعه هايبرثيروديزم هيبقى عنده زياده في ايه؟ زياده في تي 3 و تي 4 صح ولا لا؟ وفي المقابل ده هيعمل نيجاتيف فيدباك على البيوتري جلاند هيؤدي الى نقص في مين؟ هيؤدي الى نقص التي اس اتش. طب السؤال انت لسه يا دكتور بتقول ان تي 3 و تي 4 طبيعيين، ازاي التي اس اتش عنده قليل؟ لا هو الفكره يا جماعه ان التي 3 و 4 دول موجودين في الهاي نورمال في الهاي نورمال ليفل يعني هم لسه في النورمال اه بس بقالهم فتره عاليين في الجسم يعني هم عاليين في المستوى الطبيعي بتاعهم بس بقالهم فتره عاليين النورمال يا جماعه في الهرمونات انها بتزيد شويه تقل شويه بس في الليفل بتاعها النورمال تمام لكن لا انا بقول لك الهرمونات دي ثابته في الهاي نورمال ليفل فالتحليل بتاعته واضحه انها طبيعيه هي اه ارقامها عاليه بس في الرينج الطبيعي فبالتالي ادى الى ايه؟ الى نقص في التي اس اتش، مفهومه كده؟ فدي حاله ممكن نعتبرها قبل الكرونيك، احنا دايما بنقول مع بعض في اكيوت وفي كرونيك صح كده؟ انا بعتبر الحاله دي محتاجه وقت شويه بس مش لدرجه انها تبقى كرونيك. طيب، في بقى ما نسميه بالاوفرت برايمري ثيروكسكوزيز، يبقى بنسميها كده. واضحه جدا يا جماعه من اسمها انها عباره عن خلاص حدث المرض، حدث المرض، وبرايمري هنا معناها ان منشأه هو الغده الدرقيه، يبقى في زياده في تي 3 و تي 4 عمل نيجاتيف فيدباك على التي اس اتش. امال لما يبقى يبق هيبقى في زياده في التي اس اتش ادت الى زياده في تي 3 وتي 4 فهمنا؟ يبقى احنا بنتكلم على الهايبر ثيرودزم دلوقتي فركز معايا يبقى هنا هلاقي مع بعض يا جماعه الأوفرت تو برايمري ثيرودوكسوكوسيس ان في زياده في تي 3 وتي 4 سوري خلينا في ده ها زياده في تي 3 وتي 4 وفي المقابل دول عاملين نيجاتيف انهبيشن على مين؟ على التي اس اتش تمام؟ لكن الاثنين يزيدوا ده ده معناه ان ده سكندري ثيرودوكسوكوسيس او هايبر ثيرودزم وهنا برضو المريض بتاعي اما يبقى اسيمبتوماتيك بس غالبا بيبقى ايه مور كومنلي يبقى عنده سيمبتومز سيمبتومز بتاعت الهايبر ثايرويديزم منطقي خالص هنا لان بقى في زياده دلوقتي في الايه زياده في الثايرويد جلاند طيب عندنا بقى مصطلح برضو مهم جدا هنحتاجه بالذات وقت استخدام الادويه بنقول عليه ثايرو توكسيك كرايسيس او بنسميه ثايرويد ستورم كلمه كرايسيس لما بتلاقيها يا جماعه اللي هو بمعنى ايه بمعنى خطيره او ستورم هنا بمعنى عاصفه فكاني بقول لك فجاه كده كميه ثيرويد جلاند نزلت في الجسم تبهدله مره واحده طب ايه اللي حصل يا جماعه في الغده الغده فجاه مثلا فرقعت هو الغده بتفرقع لا مش بتفرقع بالمعنى الحرفي جنابك ممكن تكون مثلا اخذت دواء الدواء ده يدمر الثيرويد جلاند فاول ما يدمر الثيرويد جلاند هو انا ممكن اخد حاجه زي كده ليه يا دكتور هناخد كمان شويه ان في ادويه يا جماعه فكره العلاج بتاعها عشان اقلل كميه الثايرويد الكتيره اللي في جسمك ان انا ادمر جزء من الغده عن طريق ايودين مثلا لحاجة. فلا يقول لك الايدين المشع ده ممكن يقوم داخل مدمر كميه كبيره من الغده مره واحده فيقوم مطلع المحتوى بتاعها كله مره واحده في الدم يقوم يدخل المريض في حاله بنسميها الايه الثايرويد ستورم يبقى دي حاله تعتبر يا جماعه على صفه في تريدنج كونديشن حاله خطره جدا بتحصل في حالات ان الشخص يا اما ان يعني ما اتشخصش قبل كده فالثايرويد عمال يزيد يزيد وفجأة مره واحده زاد في الجسم ها او ان هو ان يعني اديكويت برضه تريكت يعني ما اتعالجش برده كويس خلاص كده فده هيؤدي الى ايه شايف المانيفستيشن احنا اخدناها من شويه او الايفكت اللي احنا اخدناه كله هيبقى مضاعف دلوقتي اللي احنا نشرحه ان شاء الله اثناء الشرح فانا مش عايز ادخلك في التفاصيل دلوقتي بس بشكل عام زي ما قلت لك كده ايه هيبقى عنده مالتي اورجان فيلير ممكن تؤدي في الاخر للدث ده فانا طيب صلي بقى الأمر كده الامر على الحبيب عليه الصلاه والسلام يبقى دي كانت مقدمه بس جاست ديفينيشنز سريعه كده بنحاول نسيستم راسنا على المصطلحات اللي هتمر علينا اثناء الشرح تعال بقى ناخد مع بعض الحته دي المهمه اللي هو ايتيولوجي اوف ثايرويد جلاند يعني ايه الاسباب ها ايه الاسباب اللي ممكن تزود يا جماعه كميه الثايرويد جلاند عندي في الجسم الثايرويد هرمون في الجسم اول حاجه يا اما زياده في الاندوجينس سكريشن مشكله هنا داخليه من عندي او إكسوجنس تعال نخلص من إكسوجنس بما انها حاجات هبله كده اول حاجه شخص بياخد ثايرويد هرمون من بره يعني الشخص مثلا بياخد عيون هرمون قال ايه ده مثلا اخده عشان يخسسه حد هبده الهبده الجميله دي عشان قال له ايه ده بيزود معدل الحرق يا عم خد تيرويد هرمون بره تمام او الشخص اوريدي عنده هايبوثيرويديزم يعني كان عنده نقص في التيرويد هرمون فكان بياخد دواء اسمه ليفوثيروكسين ده يا جماعه عباره عن ايه ده عباره عن انالوج من التيرويد هرمون مشتق ومشابه للتيرويد هرمون بيؤدي نفس الوظيفه بتاعته تيرويد هرمون مصنع من بره طيب المشكله في ايه المشكله بقى لو هو فجاه أخد جرعه زياده منه اكسس ريبليسمنت من الايه من هيدخل عندي في ايه في فهمنا ولاحظ معايا ان هو بيقول لك ثيروتوكسيكوزيس هنا لان الغده طبيعيه ده انا اخذتها من بره يبقى انا قلت لك اي زياده في ثيروت هرمون بشكل عام بسميها ثيروتوكسيكوزيس بغض النظر عن مصدرها طيب في حاجات بقى اندوجينس سيكريشنز بمعنى ايه بمعنى مثلا يا جماعه افرض معايا ها زي ما هناخد مع بعض اهو افرض معايا في جرافيس ديزيز الجرافيس ديزيز هناخده كمان شويه حالا اهو ده عباره عن مرض بيحصل فيه زياده في ثيروت هرمون تمام والغده تنتفخ ديفيوز انلارجمنت عايزك تكتب قدامها بس عشان ليها اسم ثاني بنسميها الايه الديفيوز في الغده او ديفيوز جويتر خلاص الحقود ده كلها كبرت في الحجم لكن لما ممكن تبقى برضه توكسيك مالتي نوديول جويتر هنتكلم عنها كلمتين في الاخر كده اللي هو يبقى عند غده برضه منفوخه بس بتبقى مالتي نوديول وده بمعنى ايه؟ بمعنى ان في اجزاء من الغدد نشطه وفي اجزاء من الغدد ايه؟ غير نشطه او توكسيك ادينوما في ورم حميد في موجود في الغده الدرقيه ادى الى زياده في الايه؟ في تايود هرمون او مثلا يا جماعه البيتوتري جلاند عماله تطلع تي اس اتش كميات كبيره بسبب ورم فيها يبقى فيها يا جماعه بيتوتري ادينوما بيفرز تي اس كتير او عندنا حاجه بنسميها الهيمان كوريوني جوناتوتوبين وده هرمون يا جماعه بيطلع من البلاسينتا تمام هو نورمالي بيطلع من البلاسينتا اثناء فتره الحمل وده بيفسر ان الحوامل عندهم نشاط عالي للثيرويد جلاند وده بيفسر ان الحوامل ممكن يحصل لهم جايتر الانتفاخ في الغده دي يا جماعه ليه؟ البلاسينتا بتطلع حاجه بنسميها الاتش سي جي بس ده مش مصدره الوحيد ممكن يطلع بسبب اورام تحصل في التستس او الاوفري او غيرها وخروج الاتش سي جي بكميه كبيره ده ممكن يعمل هايبر سواء زي ما قلت لك او بسبب باثولوجيكال كونديشن ثيروديتس وده هنتكلم عنه ان شاء الله في فيديو في الاخر خالص لوحده كده اللي هو لو فيه التهاب في التهاب زي الهاشيموتو ثيروديتس في التهاب يا جماعه في الغده بشكل عام بيؤدي الى التدمير في الخلايا وخروج الثيرود هرمون منها او دراج انديوز دي بقى ثيرو في ادويه عماله تروح تحفز خروج الايه الثيرود هرمون من الغده بتاعته يبقى دي اسبابها بشكل عام ممكن بس نبقى فاهمينها يعني ناخد عنها فكره سريعه لكن مش هقعد اسالك فيها ريتم مثلا بس انت هتفيدك بعد كده واحنا ان شاء الله بنشرح في محاضره النهارده طيب تعالى بقى نتكلم سريعا كلمتين على كل نوع منهم بس من حيث الايه الكومونستي ودي موضوع الست ام كيو يعني الصفحه دي يا جماعه مش مهمه الصفحه دي مش مهمه غير اول 3 4 سطور بس هم الجدود بس عليك لما اجي اقول لك الموست كومون كوز ركز معايا لما اجي اقول لك يا جماعه الموست كومون كوز عندنا للفايروتوكسيكوسيس الفيرو... هتقول لي ايه هتقول لي اللي هو درافز ديزيز عشان كده ده اللي احنا هنبدا نتكلم عنه ان شاء الله دلوقتي يليها عندنا مين؟ يليه عندنا اللي هو التوكسيك مالتي نوديلر جويتر وانا اتكلم عنه كلمتين في الاخر والتوكسيك ادينوما وده اللي هنختم ان شاء الله بيه يبقى انا لك على الـ 3 most common causes of the a of the pyrotoxicosis زي ما قلت لك بقى في حاجات ثانيه زي الثايرودايتس زي انه ياخده من بره زي مثلا اسباب نادره شويه زي ان يبقى في ورم في البيتيوتري جلاند او في ميتاستس مثلا في البيتيوتري جلاند بيؤدي لافرازها او حاجه بنسميها ستوما اوفريراي وهنا يا جماعه ده ورم في الاوفريز بينتج ثايرويد هرمون بكميه كبيره او زي ما قلت لك عندي في اتش سي جي انديوزد هايبر ده في حالات اورام بتحصل عندي يا جماعه في البلاسينتا جاستيشنال بروفوبلاستيك نيوبليجيا المفروض يعني الاسم ده انت اخدته قبل كده في محاضرات الباثولوجي في مديول الريبرودكتيف سيستم بس انا مش مهم خالص اعرفك في الحاجات دي دلوقتي او زي ما قلت لك في طفره في الريسبتور بتاع التي اس اتش مؤدي الى ان في تحفيز مستمر لهذا الريسبتور بشكل عام وصلت يبقى دي كلها اسباب انا ما كلها غير انك تعرف ايه الاسباب اللي هي الموست كومن وخلاص تمام هنا يا جماعه طيب اهو زي ما قلت لك اهو الموست كومن كوز عندنا اللي هو الجرافيس ديزيز يليه التوكسيك مالتي نودول جوتر يليه الايه؟ التوكسيك ادينوما. دي برضو صور ليهم يعني صور بيانيه بتوضح لي الكلام زي ما انت شايف معايا الجرافيس ديزيز زي ما قلت لك بيبقى ديفيوز ثايرو كل الغده عندي منفوخه بشكل عام تمام؟ التوكسيك مالتي نودول زي ما انت شايف في اماكن بس هي بتبقى ايه؟ تبقى منفوخه بالمنظر ده وهتاخد ان شاء الله بالتفصيل في الجراحه اللي يهمني فيها لان خد بالك في حته المالتي نودول دي يا جماعه انت ممكن تيجي تحسها ما تلاقيش الا واحده فممكن تبقى فعلا هي نوديول واحده وممكن تبقى مالتيبل نوديول بس في واحده بمس اللي ظاهره الكلام ده ان شاء الله في الجراحه بعدين توكسيك ادينوما في ورم حميد وتضخم طبعا وماس وزياده في الخلايا بيؤدي طبعا لزياده في الوظيفه والسكريشن في ثايرودايتس بقى والتهاب وإريتيشن وتحفيز في الغده بتاعتي بشكل عام او ان في بقى بيتيوتري جلاند زي ما قلنا مع بعض تيوبا تعالى بقى نتكلم على الموست كومن اشهر سبب عندنا يا جماعه في الثايروتوكسيكوزيس ونبدا مع بعض في موضوعنا تحت عنوان جرافيس ديزيز طبعا جرافيس ديزيز من اسمه كده واضح ان اسم عالم سمى المرض باسمه قال لك يا جماعه الشروط بتاعتي عشان اسمي المريض ده ان عنده جرافيس ديزيز هو ان عنده اكيد ايه؟ اول حاجه هايبر زياده في الثيرويد هرمون طيب ومعاها جويتر. جويتر يعني انتفاخ في الغده دي يا جماعه انتفاخ في الغده ومعاها شويه مشاكل ادت الى مشاكل في العين وهنشوف مع بعض ايه الاسباب دلوقتي اللي هتخلي يحصل مشاكل في العين بس ميل يا جماعه الجرافيس ديزيز تساوي تساوي اوفثالموباثي مر... اوفثالموباثي يعني مشاكل في العين بشكل عام او حتى بنسميها احيانا اوربيتلوباثي جاي من كلمه اوربت يعني اوربيتلوباثي فدي مهمه جدا جدا لازم نعلق عليها النهارده ان شاء الله واخر حاجه برده كمان ممكن تؤدي بعد كده الى ايه الى ديرموباثي كمان مشاكل في الجلد يبقى بشكل عام انا يهمني هايبرثيرويديزم جايدر واوفثالموباثي طيب يقول يا جماعه ان تفسير الميكانيزم اللي بيحصل بيه ده يعتبر مينلي اوتو ايميون ديزيز يعني هو مينلي يا جماعه الاوتو ايميون ديزيز بيأثر عندي على الثيرويد جلاند وافهمك دلوقتي ايه فكرته بكل بساطه يعني شرحه قدام ان شاء الله دلوقتي في الباثوجينيسيس بس الفكره عامه بيبقى عندي ايميونوجلوبولين انتي بودي ها يروح يشتغل على الريسبتور بتاع اس اتش متخيل معايا المشهد لما اجي اقول لك هيبقى جلاند بتاعتنا سوري <applause> أدي آه يا جماعه الثيرويد جلاندي بتاعتنا اهي تمام مش عارف ايه رجلها مكسوره ولا ايه المهم يعني آه المفروض ان انا عندي يا جماعه التي اس اتش المفروض هيزيد صح ده طبيعي التي اس اتش ده بيروح يحفز عندي الغده بحيث انها تطلع ايه؟ تطلع تي 3 و تي 4 صح؟ تي 3 و تي 4 المفروض بالمقابل بيروحوا يعملوا ايه انهيبيشن للهرمون ده. طيب انا بقى بقول بقى ان الاخ اللي بيحفز لي الغده هو مين؟ هو حاجه بنسميها الثيرويد ستميوريتنج انتي باضي. او احيانا بنسميه ثيرويد stimulating اميونوجلوبولين هما الاثنين واحد يعني ما هو انتي بادي هو نفسه اميونوجلوبولين يا جماعه احنا مع بعض المهم هذا الانتي بادي يا جماعه رايح يحفز الغده بتاعتي فهيزود مين هيزود تي 3 و تي 4 فهم هيروحوا يعملوا نيجاتيف فيدباك للتي اس اتش يبقى انا هلاقي التي اس اتش هنا قليل نتيجه النيجاتيف فيدباك بس في المقابل هلاقي مين تي 3 تي 4 عاليين اقعد ادور ادور في الاسباب ادور في الاسباب اجي اعمل تحليل للانتي بادي هلاقيه عالي يبقى ده هنلاقيه كاركترستيك هنا في حاله ديزيز وصل كده يا جماعه خد بالك من النقطه دي يبقى انا عندي السبب هو في انتي بودي بيحفز التي 3 تي 4 هيعمل نيجاتيف على التي اس اتش والاقي الانتي بودي عالي في الدم طيب بناء عليها بقى اهو بص كده يقول لك ايه يقول لك زي ما قلت لك ان ده من اشهر اسباب حصول الايه الهايبر ثيرويديزم وبالذات بيحصل في الفيميل اكتر طبعا بما ان الفيميل يا جماعه اول حاجه عندهم نشاط عالي في الغده دي ثاني حاجه لان هم اكثر عرضه للاصابه بالاوتو ايميون ديزيز لدرجه ان احنا بنقول مع بعض نسبه الفيميل للميل بتبقى تقريبا 8 لواحد او 5 لواحد في الرينج ده وبتجي في الاعمار بتاعه الايه الشباب والميتابوليزم العالي والحاجات دي طيب زي ما قلت لك الميكانيزم بتاعها ده بس جاست فور اندرستاند يا جماعه مش مش بيسالك فيها بالتفاصيل دي كلها مش هيسالك في التفاصيل دي كلها بس هو هنا في تفاصيل زياده بس عشان ايه عشان تفهمك الفكره العامه بص معايا وصلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام يقول لي يا جماعه يعني ده اورجان سبيسيفيك اوتو يعني ده عباره عن اوتو اميون اوردر واللي ما بيصيب غالبا بيبقى اورجان سبيسيفيك يعني بيصيب الثايرويد جلاند بس عشان ايه عشان بيطلع عندي انتي بودي هذا الانتي بودي بنسميه التي اس اتش ار اللي بنسميه ثايرويد هرمون يعني بيحفز الريسبتور بتاع التي اس اتش خلاص كده هذا الثيرويد ستيميوليتنج انتي بودي يا جماعه طلع طيب يحفز الريسبتور بهدف ان هو بدا يزود ايه؟ يؤدى الى زياده في الثيرويد هرمون. وده طبعا ده بدا يعمل لي ايه؟ يعمل لي اعراض الثيرويد طيب بيقول لك طبعا ده يا جماعه مصاحب جدا زي ما قلت لك لحته ايه؟ الجرافيس أور... أور... اوربيتوباثي يعني ده اسم التاني ليه حتى عشان بيعمل مشاكل ليها علاقه بالايه؟ بالاوربتس ويجمع كمان ميه في الاطراف بنسميها ايه؟ بنسميها بريتبيال مكسيديما. البري لو اللي هو منطقه التبيه في الرجلين تمام كده هناخد مع بعض الصور ليها ونشوف مع بعض الكلام ده كله بيعمل فيه حاجه اسمها ميكسيديما ونشوف مع بعض فدي حاجات كاركترستيك لازم تلاقيها او غالبا ما الا مع حالات الايه الجرافز ديزيز طيب لان الاوتو امين انتي برده بيشارك في تكوين هذه المشاكل زي ما هنشوف مع بعض طيب. يقعد بقى يشرح لك ايه حاجات بقى مين الناس الاكثر عرضه يقول لك بقى الناس اللي هيبقى عندهم الهلا تو انتي بادي ريسبتور سوري عالي السكستابيليتي عندنا زي ما قلنا في الفيميل اكتر الاسباب اللي ممكن تحفز حصول حاجه زي كده حالات الستروم والستري وحالات الانفكشنز وحالات البريجننسي الحالات يا جماعه اللي بتزود حاجه الجسم للثيود هرمون حاجه اللي بتزود حاجه الجسم للثيود هرمون هتبقى من ضمن الحاجات اللي بتحفز خروج يبقى ما مع مع بعض ده والبوسيبل فاكتور طبعا بيقول لي برضو هنا ان مصدر اللعبه دي كله هو التي لمفوسايد يعني بيقول لك هنا كميكانيزم سريع التي لمفوسايد يا جماعه بتبقى حساسه للانتيجين بتاع الثاود جلاند فالتي هيلبر بتروح تحفز البي لمفوسايد والبي لمفوسايد اختصاصها تعمل ايه؟ تكون انتي بودي فيبدا يا جماعه باختصار الانتي بودي يطلع اللي سميناه ايه؟ ثايرويد ستميوريتنج اميونوجلوبيان التي اس اي او اسمه الثاني ثايرويد ستميوريتنج ايه؟ ريسبتور انتي اوتو انتي اللي هو عباره عن انتي بودي هيروح يهاجم ايه؟ التي اس اتش ريسبتور ويبدا يحفزها طيب يبقى تعالى كده نشوف مع بعض طبعا بناء عليها بيقول لي ايه بقى؟ ان هذا الانتي اللي طلع هيعمل حاجتين هيروح يحفز تصنيع الثيرويد هرمون وده هيعمل لي اعراض الثيروتوكسيكوزيس ويروح يحفز كمان جروس بتاع الثيرويد جلاند فيعمل لي ايه؟ يعمل لي ديفيوس جايتر يبقى دي كلها احنا بنقول مع بعض دلوقتي تفسير للي بيحصل باختصار كده في المرض بتاعي وده يا جماعه فور اندرستاندينج بس يعني حتى لو مش موجود عندك في ورق يكفيك بس انك تبقى عارف كلمه ايه؟ ان في انتي هيشتغل محل التي اس اتش. طيب زي ما قلت لك ان بيحصل عندي هنا حاجات كاركترستيك هنا شويه اللي هي اللي بنسميها الجويتر اوف ثيرموباجي او اوربيتوباثي او عندنا حاجه اسمها بريتيبيال ميكسيديما ودي بتشارك يا جماعه او بنقول مع بعض بيضعفها كمان وجود مثلا حاجه زي الانسولين لايكروس فاكتور الانسولين لايكروس فاكتور برضو من الحاجات اللي بتساعد الانتي بودي في ان هو يعمل هذه الانفلاميشنز اللي ورا العين ويعمل انفلاميشن اللي بتحصل في الرجلين ويعمل الاعراض اللي هتشوفها مع بعض كمان شويه طيب دي كلها برضه صور بتوضح لي الميكانيزم اللي احنا شرحناه مع بعض بالتفصيل. تعالى بقى نتكلم مع بعض في الجزء اللي يهمني بقى يعني كل اللي فات ده كله كلام هري كده يعني انا ببص بيني وبينك كده شايفين الصفحتين دول ادي الصفحه اللي هو الباثوجينيسيس والصفحه دي انا ما تهمنيش في حاجه انا يهمني بقى الكلام المهم هنا. اولا الكلينيكال برزنتيشن الشخص اللي عنده جرافيس ديزيز فيه اهتمام من اثنين يبقى جاي لك يا جماعه بسب كلينيكال يعني حالته زي ما قلنا مع بعض مجرد زياده في التي اس اتش وزياده طفيفه ها زي ما قلنا في التي 3 والتي 4 بس هي لسه في النورمال ليفل بس بنقول عليها هاي نورمال طيب ده هيحصل له ايه ده هيحصل له شويه اعراض خفيفه جدا يعني هي هتبقى حاجات نادره وحاجات ليها علاقه بان انا حفزت السمباثيك ريسبتور بس يعني ممكن يبقى عنده شويه تاكيكارديا عنده اريزميا ممكن كده لكن الفكره بكل بساطه ان هو لو ما اتعالجش يبدا ممكن يدخل بقى في الاعراض بتاعت الاوفر توكسيكوزيس يبقى هنا عندنا حالتين هنشرحها عن دلوقتي بالتفصيل اول حاجه في السب كلينيكال اهو تعالى نقرا سريعا يقول لي يا جماعه في السب كلينيكال عندنا زي ما قلنا مع بعض الشخص ده غالبا بيبقى اسيمبوماتيك او ممكن تبقى ليها علاقه سيمبتومز بسيطه زي يبقى عنده حاجه ليها علاقه بزياده السمباثيك اكتيفيتي تاكيكارديا سوبرا فينتريكولار الاريزميا دي يا جماعه اهم واحده فيهم اللي هي الاتريال فايبرليشن عشان لازم تمسكيه يبقى اشهر نوع من انواع الاريزميا بتحصل اللي هي الاتريال فايبرليشن خلاص اما ان يحصل فينتريكولار اريزميا دي حاجه نادره شويه طيب بيقول لي اف لونج ستاندنج اند ان تريتد لو انت معالج توش غالبا بقى هيبدا مع الوقت زي ما اخدنا مع بعض من شويه ان هو بيبدا يسحب كالسيوم العظم فيبدا يحصل ديكريز في البون مينرال كذلك بيقول لي ممكن يبدا ليفلز بتاعه التي اس اتش يبدا يقل قوي وفي الحاله دي ممكن يبدا فيه اعراض بقى كارديو فاسكولار كومبليكيشنز بقى وزياده فرص المورتاليتي بالذات لو الشخص كبير في السن واصلا هو اوريدي عنده امراض في القلب فالتاكي كارديو والاريزما دي ممكن تموته يبقى السب كلينيكال يا جماعه ثايروتوكسيكوزيس او السب كلينيكال هايبر بس شويه كارديو فاسكولار بسيطه او ممكن من غير اعراض خالص انا بقى اللي يهمني هو انك تبقى مغطي فكره الاوفر تيروتوكسيكوز اه هنا بدا يظهر اعراض هنا بدا يزيد تي 3 تي 4 بكميه ملحوظه فبالتالي كل بقى اللي احنا اخذناه مع بعض هنجمعه دلوقتي صلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام اولا ايه رايك يا جماعه على المريض هو داخل كده الكلام الاول احنا عارفين مع بعض انت اصلا لما تيجي تشخص الحاله بتاعتك فانت اول حاجه بتاخد الهيستوري وقبلها اصلا انت بتبص على المريض وهو داخل كده وفي الاكزامينشن عندنا جنرال اكزامينشن بيشمل الايه الابيرنس طبعا والبيلدنج والديكيبرس وجيت والحاجات اللي انت كنت قبل كده دي المهم يبقى انا لما هبص على شخص يا جماعه جاي قدامي قلت لك معدل الحرق عنده عالي معدل الحرق عنده عالي يا دكتور يعني ايه يعني باختصار الشخص عنده ويت لوس ومع ذلك شهيته مفتوح يعني بيأكله حلو وشهيته مفتوحه بس في المقابل عنده ويت لوس وكمان عضلاته عماله تتكسر منها البروتين فبالتالي جاي لي بحاله ايه ويكنس ومعدل الحرق العالي ده يا جماعه بيخليه حساس جدا للهيت هيت تمام مش هيستحمل حرارته مش مستحمل حراره جسمه اللي عماله تحصل فيه حرق عالي طيب على مستوى السي اس برضو هيحصل عندي فاكتري إيه علاقه بزياده هرمون وعلاقه في زياده برضو يا جماعه الكاتيكولامين دوبامين عالي نور ادرينالين عالي الحاجات دي هتروح للمخ يا جماعه تعمل ايه ها بص كده يقول لك تعمل انكزايتي ايريتابيليتي ايموشن لايبيليتي هايبر اكتيفيتي الحاجات دي يا جماعه ليها علاقه بزياده الايه السمباثيك كذلك برده تريمرز هايبر ريفلكسيا الحاجات دي انا اللي تمني بس تبقى عندك بس كلمه عنها وخلاص يبقى هي يا جماعه بشكل عام عمل اعراض ليها علاقه بايه زياده النور ادرينالين في المخ شخص مش هيبقى ايه هيبقى هايبر اكتيف كده هيبقى حساس جدا هيبقى ايريتابل دايما وعصبي كده برده ومتوتر وهكذا طيب وكمان ممكن تعمل ايه تريمرز رعشات بالنسبه بقى لاعراض يعني الماسكلو سكريتال سيستم ها ايه رايك في العضلات يا ولاد مش لسه قايلين مع بعض انا مال اسحب يا جماعه البروتينز من الجسم طيب يبقى ده هيعمل ايه في العضلات هيعمل فيها مايوباثي ومين في البروكسيمال ماسل يعني اللي بتاثر عندي اكتر هي المصل اللي موجوده عندي في مناطق الايه مناطق مثلا الترانك والابدومين فهتلاقي الشخص مش قادر يرفع مثلا دراعاته فوق جسمه شايفين معايا الصوره دي شايفين الاماكن اللي هو محددها دي دي الاماكن اللي بنقول عليها ايه اكثر تاثرا فالشخص ده مش هيعرف يرفع ايديه فوق جسمه كده تمام بيقول لي هنا elevating the للارم from اوف ذا هيد او حتى مش هيقدر يتسلق تمام مش هيقدر ان هو يقوم لو هو قاعد نتيجه ايه نتيجه العضلات اللي هنا ديت فيها مشاكل اللي في رجليه خلاص وفي السيفير كوز بقى ممكن تبدا تاثر على الديستال لمب يبقى هي ميلي سؤال ام سي كيو بتاثر على الايه على البروكسيمال مايوباثي خلاص كده يا جماعه طيب آه بالمناسبه انا اوريدي ازاي بقيم يا جماعه التريمرز واللي ممكن تبقى عند الشخص دي يعني دي معلومه كلينيكيه كده حبيت ايه افيدك بيها شويه ايه ازاي بقيم التريمورز اللي عند الشخص ده ممكن لعلمك ما تبقاش ملحوظه قوي يعني ممكن اه يبقى فعلا واضحه قدامك لكن احيانا ممكن ما تبقاش ظاهره فانا بخليه يا جماعه يمد ايديه وماده الايد دي بتعمل كونتراكشن اساسا في عضلات الايد بشكل عام فهتحفز التريمورز لان المفروض انا لما بعمل كونتراكشن في العضلات السي ان اس بيبعت اشارات يثبت بيها العضل يثبت بيها العضله المشدوده دي طيب افرض بقى انا مخليها مشدوده ورحت بقى ايه سبتها فتره المفروض لو في الشخص عنده مشكله في السي هيبدا يحصل ايه تريمرز ورعشه طب انا بقيمها ازاي انا بكل بساطه بجيب ورقه واحطها على ايده واشوف بقى لو الورقه بتتحرك لان ممكن زي ما قلت لك تبقى رعشه خفيفه مش ملحوظه ها بس انا لو حطيتها على الورقه تبقى ايه الورقه عماله تتحرك كتير رغم ان انا ما حركت ما غيرتش التون يا جماعه بتاع اللي عندي طيب ده بس معلومه حبيت ايه افيدك بيها مبدئيا إيه. طيب ايه كمان يا دكتور الكارديو فاسكر عمري ما يا جماعه سي في اس اكيد زياده في السمباثيتك اكتيفيتي يبقى منطقي خالص زي ما أخذنا من شويه لو كان السب كلينيكال اللي عنده الريزم اوتيكي ما رايك بقى بالشخص اللي عنده هرمونات عاليه قوي يبقى يا جماعه عنده ايه بالبيتيشن خفقان قلبه مسموع تاكيكارديا اريزميا وقلنا مع بعض مين اللي بيبقى ايه؟ اتريال فايبريليشن كذلك هلاقي يا جماعه ان السيستوليك بريشر بتزيد لان الشخص ده زي ما قلت لك عنده ايه؟ عنده زياده في الايه؟ عنده زياده في ضربات القلب بس في المقابل الدايستوليك بريشر بتقل لان الثايروكسين ده ليه فازو دايليتو افكت فاحنا عارفين مع بعض ان السيستوليك بريشر ليها علاقه بضربات القلب ضربات قلب سريعة وقوية تقوم مضودة الضغط بتاع 180 على 20 ده 120 على 80 ال 120 ده هيبقى عالي شوية بس في المقابل الرقم بتاع 80 ده يا جماعه معتمد على الفاسو كونستركشن ريكويلز بتاعت الاورطه فلو الاوعيه الدمويه مفتوحه كده يبقى الضغط هينزل اقل من 80 هينزل تحت 80 فالدايستوليك بيقل يبقى كده الفرق ما بين السيستول والدايستول مالهم زاد والكلمه دي معناها بالس بريشر يبقى باختصار كده يا جماعه بنقول مع بعض زياده في الايه؟ زياده وايد اهي بص كده وايد بالس بريشر خلاص كده وصلت حتى بنسميها وايت هامر بالس اللي هو كانها ايه كانها لما انت تضرب كده في الميه الميه موجه الميه تبقى عاليه كده اهي كانها موجه ميه عاليه بالمنظر قدامك ده خلاص طيب آه ممكن بقى يحصل شويه اعراض ليها علاقه بالهارت فيلير مع الوقت طبعا لو الشخص ده استمرت حالته بالمنظر ده ايه رايك في معدل التنفس منطقي خالص يا جماعه الشخص ده يبقى عنده زياده زي ما قلنا في معدل التنفس من شويه نتيجه ان السمباسيك شغال والتاكي كارديا شغاله بس ما تنساش عضلات التنفس عنده بايظه زي زي اي عضله في الجسم بدا يحصل لها ويكنس يبقى هيبقى عنده ديسبنيا بقى اللي هو عنده خلل في النفس مش عارف ياخد نفس كويس وما تنساش ان جسمه بيستهلك اكسجين كتير بسبب معدل الحرق كمان ممكن في بعض الحالات النادره يحصل تراكيال اوبستراكشن وانت عارف ليه ما لهاش علاقه خالص بالثايروتوكسيكوزيس ليها علاقه بالجويتر نفسه يا اولاد ان الجويتر ده ممكن ينتفخ ينتفخ ينتفخ, ينتفخ يضغط على التراكية يبدا يعمل مشاكل ليها علاقه بالايه بالنفس طب يا دكتور نعم بما انك جبت صوره التراكية طب ما انا عندي ورا تراكيه مين اسوفيكس يبقى ممكن الجويتر ده يضغط على الاسوفيكس ويعمل برضو فيها ايه يعمل فيها صعوبه في البلع بسبب الاوبستراكشن اللي ضغط عليها دي يبقى نفس الكلام اللي في تراكيا هنقوله برضو على الاسوفيكس طيب بما ان احنا بقى جبنا سيره الاسوفيكس تعال نشوف الاعراض اللي ليها علاقه بالجي اي تي. قال لي يا جوكم ما تنساش ان هو كان بيزود الايه الجي اي تي موتيليتي الثيروكسين هرمون قلنا بيزود حركه الامعاء فبالتالي ممكن الشخص ده يدخل حمام كتير ويحصل له تمام كده وما تنساش طبعا زي ما احنا اتفقنا ان بيبقى عنده ويت لوس بشكل عام معدل حرق عالي والاكل ما بيتهضمش او بمعنى ثاني اسف ما بيلحقش يمتص انا يا جماعه بتتحرك بسرعه الاكل كله غالبا بينزل عندي ما بيلحقش يمتص الاكل ده كله طيب ايه رايك في الريبرودكتيف سيستم انت لسه قايل لنا يا دكتور من شويه ان انا عندي في حاله الريبرودكتيف سيستم الثيرود هرمون ده مهم جدا جدا يعني بيقول لي يا جماعه كمان بالمناسبه الثيرود هرمون بيروح على الكبد تمام ويحفز تصنيع بروتين من هناك احنا بنسميه سيرام سيكس هرمون بايندين جلوبين من اسمه كده يا جماعه ها ده عباره عن ايه ده عباره عن بروتين او جلوبين بروتين يعني مسؤول ان هو يشيل السكس هرمون على ظهره يشيل التستوستيرون ويشيل الاستروجين فاول حاجه الثيرويد هرمون ده راح يحفز كميته دي اول حاجه تاني حاجة كمان الثيود هرمون بيروح يحفز تصنيع التستوستيرون بكميات كبيرة. وجزء من التستوستيرون ده هيتحول لاستروجين. يعني أنت عايز توصلني لإيه يا دكتور؟ عايز أوصلك مثلا في الستات بسبب زيادة التستوستيرون اللي حصلت دي يا جماعة والبروتين اللي عمالين التستوستيرون كتير واستروجين كتير ده هيبدأ يعمل لها خلل في مين؟ في المنسترويشن والفيرتيليتي بتاعتها فيبقى عندها اوليجومنوريا امنوريا اساسا اللي هو عندها المنسترويشن قليل او مفيش خالص او ممكن يؤدي الى عقم نفس الكلام برضه هيبقى في الميل بس الميل عندنا زي ما قلت لك ممكن بسبب الخلل اللي عنده في التستوستيرون والاستروجين ده يؤدي الى جينكوماستيا ورس اوف ليبيدو اللي هي الاورجازم والسكس درايف الرغبه الجنسيه طيب على مستوى الرينال سيستم يا جماعه الشخص ده ممكن يشتكي من بوليوريا دخول حمام كتير طبعا مع كتر الحرق طبعا والايه والميه كتير اللي هيبقى بيشربها مع الاكل برضه طيب عندنا الديرماتولوجي ودي مهمه شويه يعني دي برضو عايزك ايه تركز عليها شويه شويه الحاجات اللي هناخدها دي برضو مميزه جدا في مريض صار تقصدك واجي لك كده تلاحظ على الجلد بتاعه ايه يا دكتور؟ اول حاجه يا جماعه المريض ده داخل عليك باكسس سويتنج يبقى عنده عرق عرقان غرقان في ميته زي ما بيقولوا كده ليه يا دكتور؟ لان زي ما قلت لك كده الجل... المفروض عندي زي ما قلنا مع بعض السمباثيتك شغال والسمباثيتك هو اختصاصه العرق هو انت يا جماعه لما تبقى كده قاعد ومرتاح كده في مرتاح كده على السرير بتحس انك انت عرقان ولا لما تبذل مجهود بقى والسمباتيك عندك شغال اه يبقى باختصار كده يا جماعه السمباتيك هو المسؤول عن السويتنج سكريشن عن طريق شغله طبعا على السكن فبالتالي بيبقى السكن سويتنج اند هايبريميا فبالتالي بنقول مع بعض الجلد بيبقى وورم ها وبيبقى كمان مويست طيب كمان بالاضافه لكده البروتين اللي في الجلد يا جماعه ماله بيتاكل فبالتالي الجلد بيبقى ايه ثيننج والهير نفسه بيبقى ضعيف وممكن يتكسر طب ايه رايك في الاظافر بقى؟ العلامات المميزه لازم تبقى واخد بالك منها حاجه بنسميها الكلابنج وانت عارف وفاكر يعني ايه كلابنج؟ ده لو انت فاكر كنا بنقول مع بعض انك لما بتعمل الحركه ديت بتشوف مع بعض المفروض لو انت شخص طبيعي بتشوف عندك حاجه ف... 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 مكان فاضي اهو زي ما انت شايف معايا ما بين الضفرين ده بنسميه ايه؟ بنسميه كلابنج ويندو او سوري بنسميه نيل ويندو اللي هي يعني النافذه يعني بتاعت الضوافر الانجل ويندو لكن لما تختفي يا جماعه تبدا دي علامات الايه؟ الكلابنج عندنا خلاص؟ فحتى بنسميها ثيرويد أكروباكي. تمام كده؟ ده الحالة بتاعت الكلابنج اللي بتحصل مع ثيودرمونيا يعني. ممكن كمان النيل تبقى سيبريتد عن الضفر، يعني بعيدة شوية عن الإيه؟ الجلد اللي تحتها، بنسميها إن النيل سيبريتد عن النيل بد شايف معايا؟ دي صورة ممكن ما تبقاش واضحة قوي يعني ولكن لو أنت لاحظت معايا، آدي الضفر بتاعنا، أه سوري ماشي. آدي يا جماعة الضفر بتاعي، تمام كده؟ مفصول شوية في فراغ هنا عن الإيه؟ عن الإيه؟ عن الصابع اللي تحته، وهنا طبعا زي ما انت شايف معايا في انتفاخ في الصوابع وفي موضوع الكلابنج ده موجود عندك لما انت شايف معايا كده هتلاقي الضفر يا جماعه بقى عريض وبقى طويل شويه فده بيخليني من علامات برضو الكلابنج اللي احنا بنتكلم عنها. دي بنسميها اونكولايسز تمام كده؟ طبعا اونكولايسز ده اللي هو فيه سيباريشن عن الضفر عن الايه؟ عن, عن النيل بد اللي تحتها. فاكرين قلنا مع بعض كمان من الحاجات المميزه جدا للجرافيس ديزيز هو حاجه بنسميها البريتيبيال المكسديما. يعني كلمه تيبيا يا جماعه تيبيا البون انت عندك في رجليك المفروض عضمتين حاجه اسمها تيبيا وفيبولا صح كده فحوالين التيبيا اللي هو الجلد يا جماعه اللي حوالين التيبيا بيبقى محمر بالمنظر اللي انت شايفه في الصوره ده خلاص بنقول عليه ايه بنقول عليه ان هو مكسديمه مكسديمه يعني ايه يا دكتور مكسديمه ده معناه ان في اديما ها حصلت في المنطقه بتاعه الشين اوف تيبيا يبقى هنا بنقول مع بعض في تندرنس وبيبقى بتبقى ايتشي وكده وبيهرش فيها وسويلنج طبعا حصل فين في اوف ذا تيبيا خلاص ويبقى غالبا بسبب وكمان في زياده في الليمفوسايد صاعد والتيليمفوسايد اللي زايده كمان مع شويه تراكم اديما زي ما قلنا مع بعض الجلايكوز امينو جلايكان ولا يعني شويه مواد بتتراكم مع في المنطقه دي يبقى انا يهمني الشكل اللي قدامي ده اسمه ايه بريتيبيال ميكس وخلاص بيحصل فين في الشيب اوف ذا تيبيا تمام كده طيب اذر سيمتومز عندنا بقى من اهم السيمتومز مش ايذر سيمتوم دي ولا حاجه الاوكيولار سيمتوم انا عايش يا جماعه الاوكيولار دي يعني ايه عرض لها علاقه بالعين المنظر قدامك ده هنشرح مع بعض ان شاء الله في الجزء بعد ما اخلص معاك المرض هنستفرد شويه مع العين هنستفرد شويه مع العين فالعين يا جماعه فيها مجموعه من الساينس تمام فهنشرحها ان شاء الله كمان شويه فما تقلقش خالص بس خليني بس أقولك ان من اشهر الحاجات بيحصل حاجه اسمها ايليد ريتراكشن اللي هو ان الشخص ده مش عارف يقفل جفن عين شايف الصوره اللي قدامك ده دي يا جماعه مفتوحه وراجع لورا لدرجه ان هو مش قادر ايه مش قادر يقفلها خلاص بنسميها ستير نظره ايه نظره اللي هو تعجب كده او نظره اللي هو الصدمه زي ما بيقولوا كده تمام كده فبنقول مع بعض هنا دي من اشهر علامات الايه آه، ثيروكسكوزيس يعني طيب كذلك برضو حاجات بقى ليها علاقه بالايه بالاوكلر سيمتوم يعني بنقول مع بعض يا اولاد عشان بس لما اجي افسر لك دلوقتي الساينز كمان شويه بيحصل اديما بري اوربيتال اديما يعني ورا الكوره بتاعت العين دي شويه الكونكتيف تيشو هناك بيحصل فيه بي برضو فيها اديما تمام كذلك بيحصل الكورنيا كمان ممكن تتاثر نتيجه طبعا يا جماعه الميه كذلك اللي بتحصل دي وان انا مش قادر اقفل عينيا وارطب القرنيه تمام ومش قادر احافظ على نظافتها مش عارف اقفل عينيا فالحركه دي يا جماعه عماله تعمل مع الوقت ايه كورنيال <قريبا> من مع بعض ايه وممكن بعد كده تؤدي الى مشاكل في القرنيه الاوبتيك نيرف كمان في حالات السيفير كيز مع القديمة اللي بتحصل ورا العين والضغط اللي بيحصل يا جماعه من الميه ده هيضغط على الاوبتيك نيرف يعمل لي مشاكل في الرؤيه بعد كده يبقى يعني انا بس ده تفسير للي بيحصل للي بيحصل بالمناسبه المسلز كمان اللي بتحرك كره العين ممكن تحصل لها مشاكل الشخص يبقى عنده حول لجوه هنتكلم عن ده كمان شويه يبقى اسماء الساينز والعلامات اللي هنشوفها كلها هجمعها لك في الاخر بس خلينا مبدئيا كده فاهمين ان لحد دلوقتي ايه الاسباب اللي ممكن المشاكل إيه اللي ممكن تحصل في العين وبناء عليها هيترتب عليها الساينز اللي هنتكلم عنها كمان شويه. طيب نخلص بس من الباقي الميتابوليكس ايه رايك في الميتابولايتس جلوكوز وليبيد وكلام من ده؟ احنا لسه قايلين مع بعض ان الثيرويد كان بيقلل الكوليسترول صح كده؟ فهو بنقول مع بعض هلاقي ايه؟ هلاقي الكوليسترول قليل. يا دكتور اخيرا لقينا حاجه حدله ايوه لقيت حاجه عدله بس مش فارقه معايا لان انت اولدي بتقول لك ايه؟ ده يعمل لي جلوكوز سكندري دايبيتس يا جماعه ما ده انتي انسولين هرمون صح ولا لا؟ طيب ايه رايك في البون؟ ها كان بيزود البون ريزوربشن يعني بيعمل ايه؟ اوستيوبروزس الله ينور عليك. طيب لما اجي ابص في النك بتاعت البيشنت بتاعي يا جماعه هلاقي عنده ايه؟ ها؟ هلاقي عنده ديفيوز يعني جويتر بقى يبقى الجويتر هتبقى عنده الثيرويد منفوخه وديفيوز كلها منفوخه وتبقى ملمسها فيرم وليست هارت لانها لو هارت يبقى انا كده بشك في ورم. طيب برضو عشان نستبعد الاورام وممكن الاقيها بالببل فريل يعني اجي احس بيها كده احس انها فيها فيها صوت زي مش صوت خرفشه بنقول مع بعض كلمه فريل يا جماعه يعني في 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 زي ما تقول كده رعشه بسيطه تحت ايديك وده بسبب الفاسكولاريتي العاليه اللي موجوده كمان في الثيرويد جلاند واخيرا لو انا عملت اوسكالتيشن هنقول مع بعض ممكن اسمع شويه السيستوليك آه ساوند بسبب ايه؟ زي ما قلت لك الهاي فاسكولاريتي يبقى ممكن احس برعشه تحت لما اجي احط ايديا كده عليها او اخلي الشخص مثلا يحط السماعه ممكن اسمع صوت الدم شويه نتيجه الايه الفاسكولاريتي العاليه اللي قلت لك عليها في المقدمه اللي موجوده في ثيرويد جلاند طيب آه بيقول لي طبعا يا جماعه ان احنا بنقول مع بعض اسوشيتد باوتو ايمين ديزيز زي بان ده يا جماعه قلت لك من المقدمه خالص ان ده اوتو ايمين ديزيز في انتي بادي فنادر قوي 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 لما يجي الانتي بادي الاوتو ايمين في مرض واحد يعني الشخص بيبقى عنده مرض مناعي اوتو ايميون ديزيز غالبا بيبقى معاه امراض اخرى تمام اشهرهم عندنا ممكن يبقى عنده فيرنيشس انيميا معناه نقص في فيتامين بي 12 ادى الى ان في ميجالوبلاستيك انيميا ممكن يبقى عنده تايب 1 دايابيتس يعني بعيدا عن ان هو عنده انسولين ريزيستنت تمام اللي هو تايب 2 الا ان كمان الاوتو ايميون انتي بادي لما تهاجم البنكرياس تعمل كام؟ تايب 1 مايثينيا جريفز في العضلات بقى اي مشاكل ليها علاقه برضه بالايه؟ بالانفلاميشنز اللي ممكن تحصل بسبب الاوتو ايميون انتي بادي انا مش عايز منك تعرف الحاجات دي بس هو بيقول لك ان ممكن الاقي معاها انذر اوتو ايميون ديزيز طيب بناء بقى على ما سبق يا جماعه تعالى نشوف بقى مع بعض ازاي هقدر اعمل له دايكنوزز بس بيني وبينك قبل ما اعمل له دايكنوزز انا عايز بصراحه اخلص الاول من العلامات بتاعت العين يعني انت عندك بس هنا ايه طبعا ده الدايكنوزز والتريتمنت هنشرحه كله دلوقتي مع بعض بس خلينا نخلص مع بعض كده ايه بما ان احنا لسه في المود بتاع الباثوجينيسيس تعالى مع بعض نشرح يا جماعه الساينز بتاعة الايه العين طيب صلي على الحبيب كده عليه الصلاه والسلام وافتح معايا الصفحه اللي فيها الثايرويد اي ديزيز مبدئيا كده يا جماعه زي ما قلت لك من شويه ان الجرافز ديزيز ده اسمه التاني حتى جرافز اوف ثيرموباثي او أوربيتوباثي لان من اشهر الحاجات اللي هو بيعملها وانه بيعمل مشاكل في العين. طيب بيقول لي يا جماعه ان ده موست كومن كوز اوف ذا يونيلاترال اند ptosis ان ذا ادلتس. كلمه بروبتوزس ده معناها ايه؟ معناها اللي هو في بروز في العين وفي العين مفتوحه زي ما قلت لك كده واكسوثالماس طالعه لبره. فكلمة اكسوفالماس دي كلمة كاركترستيك قوي شوية للجرافيس ديزيز بس لما أجي أقول لك بروبتوزيس دي فدي كلمة جنرال تخص أي حاجة بتخلي بؤبؤ العين إيه أو أنا أسف العين طالعة لبره شوية. طيب بناءً عليها بنقول مع بعض إن تقريبًا حوالي من 25 ل 50% من مرضى الجرافيس ديزيز بيبقى جايين لي بمشاكل في العين وأشهرها زي ما قلت لك دلوقتي اللي هو الاكسوفالماس إن العين بازل بره. آه كذلك برضو طبعًا كل ده بيحصل زي ما قلت لك بسبب إن فيه انفلاميشن. وانفيلتريشن بالفلود والخلايا المناعه موجوده يا جماعه في منطقه السوفت تيشو والجزء اللي ورا العين فده اللي بيعمل لي بقى مشاكل ليها علاقه بالايه بالالم اللي في العين مثلا والمشاكل اللي ممكن تحصل مع الوقت في العين زي ما هنشرح دلوقتي طيب في المقدمة يا جماعة بيقول لي إن الموضوع ده زي ما قلت لك هو كومن فين؟ في الأمم، يعني إن يحصل ثيرويد أي ديزيز فغالبا هيبقى كومن في الأمم، بما إن طبعا الستات هم الأكثر عرضة للإصابة بالإيه؟ بالجرافز ديزيز. طيب، تعالى بقى نشوف مع بعض الأسباب، زي ما قلت لك من دول الأسباب، أول حاجة إن الثيرويد أي ديزيز يا جماعة الميكانيزم بتاعها غير مفهوم، بس في شوية نظريات بتحاول تفسر الفكرة العامة، زي مثلا بيقول لك إن في مثلا إيه؟ في أولا آه اللي هو الإميونو آه كومبلكس اللي عندنا اللي هو الأنتيجين الانتباضي يا جماعة اللي موجود في الجسم اللي بدأ يتكون بسبب الأوتو أمين الانتباضي ده، بدأ يعمل بقى إيه؟ انفلاميشن، بدأ يحفز بقى وجود الإيه؟ بلاست موجوده في العين، الاديبوسايتس، كل الحاجات دي كلها بلاقيها ورا كره العين، تمام؟ بنسميها بري اوربيتال. كمان بنقوم مع بعض كمان ان تي اس اتش ار ده موجود كمان في العين، يعني من ضمن الحاجات الموجوده في الاوربيت واللي ممكن تبقى في الحاله ديت تارجت للايه؟ للانتي بادي. كذلك ان السيرم ليفل بتاع الانتي ثروبين انتي بادي ده من ضمن الحاجات اللي بتزود فرصه الاصابه بالثيرويد اي ديزيز. يبقى دي شويه تصنيفات بيقول لي بقى فيها ان الميون كومبلكس اللي تكون انتيجين انتي بودي هو السبب في الالتهاب اللي حصل ورا العين ده بالاضافه كمان ان في ريسبتورز موجوده في الاوربيتس بالاضافه كمان ان الانتي ده بيزود السيفيرتي بتاعتنا تعال بقى نتكلم في الباثوجينيس بيقول لي الميكانيزم وده كله يا جماعه ليس مطلوبا منك ولكن بس هنفهمه مع بعض سريعا كده ومش هضيع معاك وقت فيه كتير يقول لي يا جماعه اهو زي ما قلت لك اهوت ان ده في شويه ريسك فاكتور زي الجينيتك زي الفامي في ميل زي ما قلنا مع بعض زي ان ممكن يبقى اوريدي كانت بتدخن قبل كده مثلا او بيقول لي هنا بالذات في حالات برضو الريديو آه الريديو, آه الريديو ايودين ثيرابي اللي زي ما قلت لك الناس اللي كانت بتاخد ريديو ايودين ادى الى زياده في هرمون ممكن اعرضهم لوتو ديزيز وده برضو نفس الكلام احنا مش هنقعد بقى نعيد ونزيد فيه زي ما قلت لك كده في تحفيز للتي سي بدا يؤدي الى ان التشو راح لها ريترو اوربيتال سبيس المكان اللي ورا العين يعني عمل انفلاميشن هناك زود خلال الليمفوسايد زود السيتوكينز حفزت الفايبر بلاست اللي هناك تعمل فايبروزز حفزت الجليكوز أمنو جليكان اللي هي مجموعه الجاجز اللي هي شويه عباره عن جلايكون بروتين يعني بحيث ان هم يجمعوا اكتر جمعوا ميه معاهم عملوا اديمة ورا العين والانفلاميشن ده ادى الى فايبروزز وهكذا تمام طيب بناء عليها بقى بيقول لي كمان ان الاكسترا اوكولار ماسل لم تسلم من ذلك العضلات اللي موجوده يا جماعه ماسكه كره العين من بره دي لم تسلم من ذلك برده اتاثرت بسبب الايه الفيتنس والكونكتيف اللي موجوده وهتعمل لي ليها مشاكل برده ليها علاقه بالمواضيع دي كلها تعال بقى نشوف مع بعض كده سريعا اول حاجه بنقول مع بعض يا جماعه ان البيشنت ده بيعاني من ما نسميه بالجريتي سنسيشن اللي هو حاسس كده ان عينه ناشفه كده زي ما بيقولوا لانها مفتوحه طول الوقت زي ما قلت لك فوتوفوبيا مش عارف يستحمل الضوء العالي او عينه مفتوحه ومش عارف يعمل لها كونتراكشن لاكريميشن برضو او درايف الاي كذلك ممكن يحصل فورورد بروتروجن للاي يعني العين برزت بره دي من اشهر الحاجات الشكاوي اللي هيجي يشتكي منها المريض بتاعك تعالى بقى احنا نهمنا الساينس ايه العلامات اللي انت هتكتشفها كدكتور عندنا يا جماعه دي شويه سبيشال ساينس ديزيز اول حاجه زي ما قلت لك واهم حاجه عندنا اللي هي البروبتوزيس اللي هو فيه جماعه اكسوفثالماس او بمعنى تاني ايه بروز في العين يبقى انا عندي باختصار كده ايه في اكسوفثالماس او بروز في العين وقلت لك ده بيحصل نتيجه ان في ميه اتجمعت ورا العين في ايديمه ما حصلت ورا خلاص كده ممكن الشخص هنا يبقى عنده الموضوع ده يونيترال اور بايلاترال غالبا بتبقى بايلاترال يعني ودي زي ما قلت لك من اشهر الاسباب الثيود ديت اللي من اشهر اللي بتعمل ايه بروبتوزيس في العين طيب تاني حاجه عندنا حاجه بنسميها معايا الدريمبل ساين الدريمبل ساين ده اللي قلت لك عليها من شويه اللي هو فيه ليد ريتراكشن يبقى انا عندي يا جماعه هنا سوري الدريمبل ساين ده اللي هو الليد ريتراكشن فيها يا جماعه عندنا الليد اللي جفن العين ها راجع لورا مشدود كده لفوق ومش عارف يقفله تمام بنقول مع بعض عليها ستار لوك ستار لوك دي اللي هي نظره التحديق بيحدق في اللي قدامه فانا بحدق فيك عيني كده ايه واركز معاك بالمنظر المخيف ده بالظبط كده فهو بالظبط بيبقى عنده هذه النظره زي ما بيقولوا كده مع بعض ودي بتبقى موجوده في 90% من البيشنت عندنا يا جماعه طيب بالاضافه لكده عندنا في حاجه اسمها الفون جرافيس ساين وده بيحصل فيها ليد لاج ان ذا لوكينج داون يعني ايه الكلمه دي يعني مثلا لو المريض اللي قدامك ده يا جماعه جيت وحطيت قدامه حاجه زي صبعك مثلا وحطيته قدامه كده وقلت له تابع صبعك ونزلت ايدك بسرعه هتلاقيه بيتاخر على ما بينزل عينيه بيتاخر على ما ينزل عينيه وده قلت لك لان العضلات اللي بتحرك كوره العين فيها مشكله خلاص كده تمام العضله اللي اسمها ليفيتور بالبيبرا المصل برده فيها ايه فيها كونتراكشن مش عارفه تنزل العين شويه لتحت مش عارفه تسيب العين شويه طيب في ساينز تانية بنسميها الجوفر ساين الجوفر ساين ده عباره عن ابسنس في الرنكل اوف ذا فور هيد التجاعيد اللي موجوده يا جماعه في منطقه الفور هيد دي ها الشخص ده غالبا بيبقى عنده ابسنس ليها ما بتبقاش موجوده عنده خالص تمام كده ولا لا ده بسبب طبعا الفايبروز اللي بيحصل والايديما اللي حصلت في المنطقه دي خفتها لي الميبوس ساينز كذلك برضو ان الشخص ده بيبقى عنده لاك في الكونفرجن ديو تو ميديال ريكتاي ماسل يعني كلمه لاك اوف كونفرجن لو انا جبت قلم كده يا جماعه وركزت عليه وقربته كده ايه اللي بيحصل ها عينيه بتحول لجوه صح كده ده بنسميه كونفرجن طيب الشخص ده بيبقى عنده ايه لاك اوف كونفرجن ما بيقدرش يعمل حاجه زي كده لان العضله اللي ماسكه كره العين من النص يا جماعه من بره برده واحده من الاكسترا اوكيولار المصل بنسميها ميديال ريكتاي هي المسؤوله انها تحول عينك لجوه فبالتالي لو العضله دي فيها مشكله مش هتقدر تحول عينك لجوه كلها يا جماعه ليها علاقه زي ما قلنا مع بعض بالاكسترا اوكيولار ماسل او بالري اوربيتال ايدينا هما كلمتين بس تعرفهم طيب ستويتلج ساين ده بنقول مع بعض ان الشخص ده ان فريكوينت بلينكينج يعني بيقول لك يا جماعه ان هو ايه بيرمش قليل جدا احنا لسه قايلين مع بعض ان عنده ايه الجفن مشدود ومش عارف يقفله فبالتالي بيرمش قليل جدا وده بيعمل مع وقت مشاكل في الايه في القرنيه طيب أه ساين وده عباره عن فاين تريمر في الأيلد. يعني ممكن جفنه عمال برضه ايه يرعش شويه نتيجه التريمرز بشكل عام اللي حاصله على مستوى السي تمام كده ممكن بقى يحصل عنده كمان شويه حاجات جانبيه زي ريزيستنت في البولينج ريترو ابر اي يعني برده مش قادر زي ما قلنا مع بعض يقفل العين شويه خلاص مش قادر فيه مقاومه مش قادر يقفل عينيه انجكتد كونجكتيفا الكونجكتيفا بتاعته ملتهبه دي حاجه بنسميها الجولدزر ساين دي حاجه مش سبيسيفيك يا جماعه بس هي برده من ضمن الحاجات اللي ممكن نلاقيها سبب الانفلاميشن اللي بيحصل في العين وكمبرسيف اوبتيك نيروباثي قلنا في الحالات الايه المتاخره بقى خلاص ممكن الاديمه دي تضغط على العصب بتاع العين ويبدا يعمل ايه فيجوال يبقى دي باختصار كده شويه مباثي اللي بتظهر قدامك المنظر اللي قدامك ده يا جماعه ده ايه؟ حد كده شاطر يقول لي ايوه ده باختصار مثلا ممكن نقول عليها اللي هو ايه؟ الدرنب ساين اللي هو فيه يا جماعه او اول حاجه الاكسوسالمس يعني بعين بارزه يعني بره، عين بارز بره زي ما قدامك ومحدق فيك كده، ثاني حاجه اللي هو موضوع الاكسوسالمس بقى وال والكمان موضوع الدرنب ساينس اللي هو مع بعض فيه ستار لوك منظر اللي هو مبرق كده وطالعين طالعه لبره. ممكن كمان نلاقي بقى الشخص الحاله دي يا جماعه اللي قدامي ده انا جربت معايا اعمل ايه حركه انزل ايديا فلقيته بيتاخر في نزول عينيه يبقى ده يا جماعه سميناه ايه؟ ها أه سميناه بالظبط كده فون جراف ساين فون جراف ساين طيب الحاله دي يا جماعه ها أه حطيت صابعي قدامها وخليتها قاعد أقرب اقرب بحيث انها تحول ما حولتش معايا زي ما انت شايف معايا مش عارفه تحول كويس في الحاله دي بنسميها ايه بنسميها ها أه؟ ايوه بنسميها موبل ساين موبل ساين الحاله دي يا جماعه زي ما انت شايف معايا برده اللي فيها برده ايه صعوبه برده في انها تتحرك عينيها وترفعها لفوق وتحركها بشكل عام وتقفل جفنها فبشكل عام دي برده ممكن نعتبرها الحالة مثلا رقم 4 اللي هي عندها ابسس اوف رينكل بص كده لما هي رفعت راسها لفوق يا جماعه ها لما رفعت عينيها لفوق مفيش هنا تجاعيد خالص ظهرت في الايه في قرطها من فوق تمام يبقى دي بنسميها ايه بنسميها رقم 4 اللي خدناها من شويه اللي هي الجوفرس ساين طيب ده باختصار شديد العلامات اللي احنا بنتكلم عنها هنا في الثايرويد اي ديزيز طبعا حته ديجنوزيز الثيوريد اي ديزيز ديت عن طريق طبعا ان انا بعمل حاجه اسمها اوكسوفثرموزس طبعًا يا جماعه احنا هنرجع تاني لموضوعنا الجافس ديزيز وهنشخصه مع بعض ونعمله دايجنوستس بس خلينا هنا محددين شويه في الثيريد اي ديزيز حاجه بنسميها اكسوفتالمو ميتر من اسمه كده هو جهاز بيستخدم لقياس الاكسوفثالمس اللي هو بروز العين لبره بص كده معايا منه اكتر من شكل يعني بس احنا بنستخدم واحد بس منهم اللي هو ده تقريبا تمام طيب فبص كده معايا هو الفكره في ايه العين بتبقى بارزه لبره صح ولا لا فانا لو مثلا عملت مثلا كلينيكالي اللي هو بنظري يعني خليت المريض ايه جيت من فوقه كده وببص عليه هلاقي عينه بارزه لبره زي ما في الصوره كده شايفين معايا العين دي؟ شايفين معايا الحته دي كده؟ اه يبقى دي يا جماعه عين برز بره زي ما قدامك في الصوره دي، وصلت؟ طيب هنا اهي صوره مرسومه يعني عشان يضيف المنظر يعني. في حاجه اسمها الليدل اكسوثالمس اللي هو بيبقى عباره عن حته حاجه ازاز كده زي مسطره وبحطها جنب عينيه وبشوف يا جماعه بحطها على العظمه اللي هنا دي العظمه اللي هنا دي وبعد كده بشوف يا ترى عينيه اخرها قد ايه؟ اخرها قد ايه؟ واشوف بقى وقيس تمام على حسب يبقى دي بنسميها الليد اكسو ثلمو... اكسو ثلموميتر. في بقى حاجه اسمها النجل او حاجه اسمها الهارتل ودي الاكثر استخداما دلوقتي اللي هو بيبقى عباره عن زي ما انت شايف كده جهاز بيتحط على العين الجهاز اللي قدامك بالمنظر ده بيتحط على العين تمام بحيث انه يتحط كده في وش المريض بمعنى تاني ويبدا المريض ايه يقيس برده الحته اللي هو قد ايه يا ترى عينه بارزه بره ده باختصار بس الفكره اللي حبيت اقولها هو ميجر المسافة ما بين اللاترال انجل اوف ذا بوني اوربت المسافة يا جماعة ما بين الزاوية بتاعة العظم من هنا ها وما بين الاميجري لاين اللي هو الخط الوهمي الممتد في الموست انتيريور بارت اوف ذا كورنيا اللي هو اعلى او يعني زي ما كده اكتر نقطة في القرنية لقدام يعني خلاص فبيقول لي يعني ان النورمال ليفل بيقول لي ما يعديش مثلا في الميل 21 وفي الفيميل ما يعديش ايه 19 يمكن الارقام دي مش مهمة منك قوي حاليا يا جماعة يعني دي حاجات بوست جرادويتد بس ايه ممكن تعرفها احتياطي Imaging عندنا بقى ممكن اعمل تصوير ولما بنصور يا جماعه احنا عارفين مع بعض السي تي مثلا ممكن اصوره عشان يوريني برده التيشوز بشكل عام بس الافضل منها ممكن برده اعمل ام ار اي مفيش مشكله والحاجات دي هتوريني علامات الاوثيموباثي الام ار اي هنا هيبقى حلو في الاوبتيك نيرف الايمجينج ده يا جماعه بهدف ان انا اشوف بقى لو في ورا العين في تيومر في في ايه السبب يا جماعه في الاكسوفسانس بشكل عام المانجمنت بتاعت حاجه زي كده هو احنا بشكل عام بنلجا اكتر للكونسرفاتيف كونسرفتيف ده اللي هو بنقوم مع بعض لايف ستايل موديفيكيشن بشكل عام حاجات عامه كده اللي هو بيقول لي يا جماعه مثلا ايه يعني سموكينج آه, كاسيشن اوقف التدخين مثلا اشوف الثايرويد جلاند اتاكد انها تمام واظبط الحاله بتاعت الثايرويد جلاند بما انها من اشهر الاسباب وهكذا يعني والله مثلا لو القرنية ما تشوف فتره طويله ارطبها كل شويه ارطبها مثلا واستخدم بروتكتيف شيلد واقي للعين او حاجه لو المريض بدا يدخل معايا في ديبلوبيا وعنده زغلله في الرؤيه بقى وشايف حاجه حاجتين مثلا ممكن ابدا اديله ايه نظارات مثلا بحيث انها تساعده في الرؤيه وحاجه آه, ممكن استخدم نون عشان يقلل شويه البيت. اللي هيبقى عند المريض وهكذا دي بنسميها ايه كونسرفاتيف تريتمنت ممكن بقى حاجه بنسميها التبروتوماب وده زي ما نقول مع بعض كده ده واضح من اسمه كده ان هو انتي بودي تمام فده بايولوجيكال انفيوجن ثيرابي بيقلل شويه الانتي بودي اللي عماله تهاجم ويقلل شويه الشغل بتاع الانتي بودي على العين ممكن ادي سيستميك ستيرويد عشان اقلل الانفلاميشن ممكن اعمل راديشن ولا حاجه في حاله مثلا لو في آه الكورتيكوستيرويد مثلا ما قللش التهاب او حاجه مثلا ممكن استخدمه لوحده او استخدمه مع الكورتيكوستيرويد او ممكن في حالات الدي... الديكمبرشن كلمه ديكمبرشن يعني انا افضي افضي حاجه افضي الميه اللي موجوده ورا العين افضي القديمه افضي التشل اللي منفوخ وانا للعين دي كلها عن طريق سيرجيكال بروسيدير يبقى ده باختصار يا جماعه فكره الايه الثيرويد اي ديزيز تعالى بقى نرجع مع بعض معلش لاخر حاجه عندنا الجامز ديزيز انا عارف طولت عليكم ولكن هو الموضوع غير اللي انت شايف معايا هو مش غلس ولا حاجه الكلام بيكرر نفسه كلام بيعيد في نفسه تعال بقى نتكلم في اهم جزء عندنا الدايجنوز بقى ازاي يا جماعه هشخص الحاله اللي قدامي دي صلي على الحبيب عليه يعني الصلاه والسلام احنا طبعا متفقين مع بعض قبل كده عشان لو جالك سؤال شفوي او ريتن يقول لك ازاي بعمل دايجنوز للحاله او بمعنى تاني ايه هي الدايجنوستيك تيست اللي بعملها لازم اول حاجه تقولها لي لابوراتوري. اللي هو عن طريق انك بتعمل تحاليل ومعمل وارقام وشويه حاجه زي كده بعد كده تقول لي تاني حاجه راديولوجي بقى خلاص كده لو في بقى اضافه او حاجه او بايوبسي او فاين نيدل اسبيريشن او سبيسيفيك راديولوجيكال تكنيك دي في الاخر خالص طيب اتفقنا طيب اول حاجه في اللابوراتوري اتاكد يا عم الاول ان هو عنده ثايروتوكسيكوزيس ازاي اثبت ذلك بقياس الثيرود هرمون والتي اس اتش صح كده يبقى انا هلاقي عندي يا جماعه لو في حاله الاوفر هايبر اللي الاثنين المفروض يبقوا عاليين صح ولا واحد ولا إيه ها الاوفر تي معناها ايه؟ معناها ان التي 3 والتي 4 عالي فده عمل نيجاتيف انيبيشن للتي اس اتش، صح كده؟ اه يبقى يا اما ان انا اقيس يا جماعه تي 3 وتي 4 فرقهم عاليين او خد بالك من نقطه مهمه ان الافضل منه ان انا اقيس التي اس اتش، بيقول لي ان التي اس اتش يا جماعه از ذا موست سنسيتيف ماركر، سؤال ام سي كيو يبقى ذا موست سنسيتيف ماركر عندنا يا جماعه هو مين؟ هو التي اس اتش، ان انا اقيس التي اس اتش الاول. طيب بيقول لي ان هو بيبقى بيقل لو احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على برايمري، صح؟ لكن لو ده سكندري فغالبا المشكله في البيتيوتري جلاند وده معناه ان هو هيبقى عالي، يبقى دي الحالات بتاعه التي اس اتش طيب أه هل ممكن اقيس تي 3 بس اه ممكن تقيس تي 3 بس لان تي 4 ممكن يا جماعه التغيير بتاعه يتاخر شويه خلاص وزي ما اتفقنا مع بعض في حاله بقى السب كلينيكال ال يبقى في حاله السب كلينيكال يا جماعه ده الاوفرت خلاص السب كلينيكال لا هلاقي عندنا مين اللي قايل التي اس اتش قليله لكن تي 3 وتي 4 عملهم طبيعيين اتفقنا ولا لا طيب تاني حاجه ممكن اقيسها حاجه بقى بالسيفيك عندنا النهارده اللي هي الانتي بادي صح اللي هو الثايرويد ستيميوليتنج ايمونوجلوبين ده يا جماعه او اللي احنا سميناه برده ثايرويد ستيميوليتنج ريسبتور انتي بادي ده لازم يبقى بوزيتيف تيست لازم حاجه اكيد حاجه سبيسيفيك يبقى ده حاجه سبيسيفيك يا جماعه لما اجي اسالك سبيسيفيك لابوراتوري تيست تقوم قايل لي ايه قياس الانتي بادي وحاجه بديهيه خالص طبعا بيقول لك هنا ده بيستخدم لاستبعاد اي حاجه مثلا ما لهاش علاقه بالجرافز ديزيز يا يعني مثلا الشخص ده عنده ثايروس كوسيس إنه بياخده دواء من بره ولا حاجه تمام بيقول لك هنا ممكن استخدم يا جماعه السيرم ثايروجلوبين ده حاجه ثالثه ايه هو السيروم ده؟ ده اللي هو يا جماعه البروتين لو انتم فاكرين اللي موجود في الكلويد موجود في منتصف الفوليك فاكرينه طب ايه اللي طلعه الدم؟ ما هو ده السؤال ايه اللي طلعه الدم؟ كون ان طلعه الدم يا جماعه ده معناه ان في غالبا مثلا ورم في حاجه دمرت في الفوليك اللي فطلعته لي بره يعني ده يا جماعه بيزيد في حاله الكانسر فهنا بيقول لي ده بستخدمه اونلي فور اكسكلوجن للثايرويد توكسيكوزيز اللي بتحصل بسبب اكسوجينس ثايرويد هرمون اكسس او مثلا في حالات برضو الايه؟ الثيرويد هرمون مثلا والثيرويد از لو يعني بيقول لك ان ويتش كيس سيرم ثيرويد هيبقى قليل شويه تمام طيب لو انت مثلا اخذ الدواء من بره هو السبب بتاعك فغالبا هيبقى ايه ثيرويد جلوبين ده قليل لو في تيومر هيبقى عالي وهكذا طيب اذر لاب تيست بقى عندنا طبعا اللي ممكن زي الجلوكوز عالي منطقي خالص هايبر جلايسيميا وديابيتس هايبر كالسيميا باني بسحب الكالسيوم من العظم لو أنتوا فاكرين والعظم يا جماعه بيكسر فبالتالي بيزيد عندي كمان هرمون الالكالين فوسفاتيز وده هرمون بيطلع برده زي ما بيطلع من البايل بيطلع كمان من البون الليبيد بروفايل هلاقي عنده نقص في الكوليسترول زي ما اتفقنا مع بعض وممكن الليفر فانكشن ممكن يبدا يحصل فيها خلل او حاجه او سي بي سي برده ممكن الحاجات دي يبدا فيها يحصل خلل طيب ده التص... طب ايه رايك يا دكتور بقى زي ما احنا متعودين في الايمجنج بقى والله في الايمجنج عندنا يا جماعه في الراديو ايودين ابتيك ممكن تجرب صبغه الراديو ايودين بس مبدئيا كده يا جماعه الترتيب اللي قدامي ده مش عاجبني ليه يا دكتور الكلام بتقول لي الكلام ده عشان احنا متفقين مع بعض قبل كده ان في النك اول حاجه لازم اعملها ايه الترا ساوند دام يا جماعه كلامي عن نك يبقى قولا واحدا من قبل ما تبدا كلام معايا كده قول لي يا دكتور ها هعمل ايه؟ هعمل الترا ساوند بدل الفيرست عندنا ده اول حاجه بتعملها في الايمجنج اساسا. تاني حاجه بقى ممكن تطلع بقى على الثيرويد سكان انك تعمل بقى الايه؟ راديو اكتف ايودين وتشوف بقى انتص... نسبه امتصاصه للثيرويد سكان. ممكن ترمي تيجي تعمل زي ما قلت لك الراديو اكتف اهوت راديو ايودين ابتيك بقى وتشوف الموضوع قد ايه في الجسم بشكل عام. ممكن بعدها ترجع تعمل ام ار اي بقى. ممكن تعمل اي حاجه ثانيه بعدين. يبقى باختصار كده بص واحده واحده معايا نشرحهم بترتيب وانت معايا. الترا يبقى انا هنا بعمل ايه يا شباب؟ بعمل منظار او بعمل بمعنى تاني انا اسف اشعه سونار على الايه؟ على النك، واحنا عارفين مع بعض ان النك بما حاجات سوبرفيشال فبتفيدني قوي السونار فيها، خلاص؟ فاهم حاجه هلاقيها فيها ايه؟ ديفيوز لارج جلاند، ان في غده يا جماعه كبيره قدامي في الرقبه، صح كده؟ ممكن تبقى كاركترستيك معاها باللارج انفلون في نوت، يعني وكده، وممكن الاقي فيه هاي بلاد فلو اشوفها مثلا بالدوبلر سكان. طيب، <applause> تاني حاجه الثيرويد سكان ممكن نعمل بقى ايه نستخدم مثلا اللي هو التكنيشيوم تكنيشيوم ايودين او بتكنيشيم بيركتنيت بنسميه آه بنسميه ده يا جماعه بسبك فيه ايودين وبعد كده بدخله جسم الانسان فالمفروض ان هو هيحب اكتر يروح فين في الثيرويد جلاند زي ما انت شايف معايا بيعمل لي حاجه بنسميها الهوت سبوت او الهوت اريا واللي اماكن السوداء قوي وفي اماكن بتبقى لونها افتح شويه بنسميها اللي هي الورم وفي اماكن بتبقى بقى بيضاء خالص بنسميها الكولد النورمال يا جماعه ان الغده بتاعتك يبقى فيها اماكن زي ما خدنا مع بعض الثيرويد اكتف ها أه؟ وثيرويد ان اكتف يعني فوليكلز اكتف فتبقى ورم وفي بعضها اللي على الاطراف هيبقوا ان اكتف شويه فيبقوا كولد مش ظاهرين خالص طيب في الجرافيس ديز عندنا الغده كلها اكتف لان في تنشيط للغده التي اس اتش مش, مش, مش انا اسف التي اس اي ما سابش ريسبتور الا وحفزه فبالتالي الجرافيس ديز ده دي يا جماعه كل الفوليكل ايه اكتف زي ما انت شايف معايا تسحب ايودين في اللي انت بتدخله من بره طيب في التوكسيك مثلا مالتي نوديول مالتي نوديولر هلاقي النوديول هي اللي بتسحب بس يبقى النوديول نفسها هي اللي بس بتسحب ايودين لان هي اللي شغاله التوكسيك ادينوما هلاقي الورم بس هو اللي بيسحب في الغده كلها فهمنا يا جماعه ولا لا يبقى ده باختصار كده بيقول لي ان انا باختصار بشوف ايه بشوف تقييم عام للي سحب عندي في التشو وبقيم على هذا الاساس فبنلاقي مع بعض هنا في حاله الجويتر يا جماعه ان انا عندي انتنس هيموجينس كل الغده بشكل عام سحبه بكميه ايه عاليه ومتساويه خلاص يبقى من ام ولو لقيت اكتر من اريا عاليه يبقى ده غالبا توكسيك مالتي نودولار جويتر زي ما قلنا مع بعض لو لقيت اكتر من مكان هو اللي ايه اكتر من مكان منفوخ كده او اكتر من مكان اسود يبقى ده معناه اكتر من نوديول موجوده رقم ثلاثة بقى ان انا اعمل مثلا ايودين ابتيك ان انت زي ما قلت لك كده تجرب حته الايودين المشاع وتدخله الغده وتعمل تصوير ليها فلو لقيت مثلا ان الغده سحبت كميه كبيره من الايودين ده معناه ان في فعلا نشاط عالي في الغده سواء بقى جويتر سواء توكسيك نوديول او حتى سنجل نوديول وات لكن مثلا لو لقيتها ما سحبتش كويس فده احتمال لما نيجي نقول مع بعض كمان في المحاضره الليكيه ان يعني في التهاب او تكسير في الغده فالغده بايظه هتسحب منين ايودين مش هتسحب وده ممكن يحصل في حالات الثايرودايتس اللي ان شاء الله ناخدها في اخر فيديو معانا طيب ممكن بقى اعمل حاجات زي مثلا نيك سي تي وده بعمله بس في بعض الحالات الخاصه اشوف مثلا التراكيال ديفيشن زائد التراكيه مثلا بسبب جويتر او حاجه الى اخره في حاله السيتولوجي دي حاجه لا الجا لها الا في حاله الكانسر زي ما انتم عارفين اللي هو حاجه زي ما تقول كده لتثبيت او تشخيص الكانسر ويوم ما يظهر في بوزيتيف لازم اشيل ادخل على طول واشيل الغده ما ينفعش اسيبها بعد ما عملت سيتولوجي واخدنا هناخد ان شاء الله الكلام ده بالتفصيل في الجراحه باذن الله طيب ديفرنشال دايجنوزز ده مش مهم مش مطلوب منك يعني بس سريعا هقوله لك يعني ايه الحالات يا جماعه اللي برضو بنقول مع بعض هنا ايه الحالات اللي ممكن تبقى مشابهه للجويتر او بشكل عام الايه للجافز ديزيز لو شخص عنده انكسايز نيروزز يعني عنده انكسايتي بشكل عام وعامله له ايه عامله له اعراض انكسايتي وضربات القلب عاليه تحس ان هو عنده اعراض اللي هو التهاب غده درقية عاليه صح بس هو ما عندوش جويتر والاي ساينز ما عندوش برده ما عندوش اي حاجه من الحاجات دي كلها وممكن يبقى عنده نورمال سليبنج بلس وكل حاجه شخص عنده ويت لوس بكميه كبيره ها آه؟ وعنده ابيتايت عاليه فبالشرط يا جماعه يبقى عنده بس غده درقيه وممكن يبقى مريض ديابيتس او عنده بارازايت انفكشن مش عارف ياكل او غيره. طيب هايبر دايناميك زياده في الدوره الاسباب بتاعت الحاجات اللي بتزود يا جماعه الدوره الدمويه بشكل عام مش بس تبقى ثايروتوكسيكوزس ماسل ديزيز والله مثلا عنده اي اصلا ميوباثي مايثينيا جريفز يبقى مش الثايرويد هرمون هو اللي عمله له وهن او ضعف في العضلات او اي حاجه ممكن بقى تعمل اعراض مشابهه للثايروتوكسيكوزس علاجها بقى نيجي بقى في الجزء الاخير معانا في الجرافيس ديزيز اللي هو العلاج المفروض العلاج يا جماعه عندنا ميلي ميديكال تريتمنت يعني انا هنا هلجا للجرافيس ديزيز ان انا بلجا بميديكال تريتمنت طيب ما نفعش معايا الدواء يبقى هلجا للاسف ليه لجراحه اشيل فيها الغده صح ولا لا أه؟ ممكن الجا لاوبشنز ثانيه هنتكلم عنها دلوقتي يبقى اول حاجه عندنا الميديكال تريتمنت عندنا بستخدم انتي ثايرويد دراجز من اسمها كده هي ادويه هتدخل يا جماعه ها تمسك في الثايرويد هرمون او تمسك سوري في الغده بتاعتي وتمنع افراز يا اما الثايرويد هرمون تمنع تصنيعه تمنع الريسبتورز بتاعته الى اخره طيب بص كده معايا ورصدي على الحبيب عليه الصلاه والسلام عندنا عيله بنسميها ثايو امايد العيله دي يا جماعه هي انتي ثايرويد من ضمنها حاجه بنسميها الميثيمازول الكاربيمازول والبروباين وشوف انا حاطط لك خط على ده لان هو الوحيد اللي هناخده مع بعض ايه امن في الحوامل يعني ده الوحيد اللي هيبقى امن فين في الحوامل بعد كده طيب مبدئيا كده يا جماعه بنقول مع بعض الميكانيزم ان هو بيمنع تكوين الثايرويد هرمون بالإضافة إن الأخ ده ليه ميزة إضافية وهو إنه بيمنع تحويل تي 4 ل ثلاثة 3 واتفقنا مع بعض أصلا تي 3 أقوى من تي 4 وهو اللي ممكن يعمل توكسيستي عالية خلاص يبقى ده الفرق ما بينهم طيب مبدئيا كده الريجيمنت بتاعتي باخده إزاي؟ الميثيمازول ده يعتبر افضلهم مبدئيا كده في اغلب الحالات ما عدا لو حاولنا زي ما اتفقنا مع بعض هو فكرته ان هو بس بيتاخد حسب السيفيرتي بتاعت الثيروتوكسيكوز يعني جرعته بتتراوح حسب الايه؟ حسب الايه؟ اللي عند الحاله بتاعتي والمفروض ان انا بعمل متابعه بشكل متكرر عشان اشوف لو اتحسن او ما يقول لي مثلا في حاله السفير هايبر يا جماعه انا ممكن الجرعه توصل لحد ايه 60 مللي جرام يوميا من الاورال خلاص وبقسمها على مرتين او ثلاثه يعني احنا بنقوم مع بعض ال 60 دول بيتقسموا على مرتين او ثلاثه في اليوم او مثلا في حالات كمان الثايد العاليه خلاص اللي هي دي ممكن توصل لحد 120 يعني الضعف ولو هو في المستشفى ممكن ابقى الجا له الاي في بدل ما اديها له اورال وصلت طيب بيقول لي ان في بريجننت وومن البروبايل ثايروسيل هو اللي بيستخدم يا جماعه في الفيرست ترايمستر عشان التشوهات الجنينيه اللي ممكن تحصل من ده فبالتالي الوحيد اللي ينفع معايا اللي هو مين؟ البروبايل ثايروسيل زي ما قلت لك يبقى ميستو ان هو ليه ميكانيزم اضافي وليه كمان امن للحوامل بس الافضل عندي استخدم ميثو مازول وخلاص. طيب ريكومنديشن بيقول لي طبعا ايه؟ ان انا بستخدم طبعا ايه؟ بعمل تشيك كل اربع لست اسابيع لان الدواء اللي انت عمال تعمله ده يا جماعه ممكن يعمل هايبوثيروديزم. ممكن ايه انا عاوز اوصل بس للحاله الطبيعيه ما يبقاش ادخل الحاله بتاعتي في هايبرثيرويديزم من كتر الجرعه اللي بديها لو بدا يدخل معايا فيروتيزم اقل جرعه شويه. تاني حاجه بيقول لي فوكس على الفري 3 و تي اربعه في الاكسس. يعني أنا بقيم يا جماعه ركز انك بتقيس تي 3 و تي اربعه، بلاش تقيس التي اس اتش لان بيتأخر, بيتاخر في التغيير بتاعه. يقول لك اه ان التي اس اتش يا جماعه ممكن يحصل له سبريس بعد شهور من تحسن الحاله بتاعتك، فممكن انت تقوم مدخله في هايبوثيورتيزم وانت مستني التي اس اتش يتظبط، تمام؟ طيب بعد الجزء ده مش مطلوب منك بس هنقراه مع بعض سريعا كده، بيقول لك المفروض خلال بقى الاربع ستة اسابيع اللي قلت لك عليهم بتوع المتابعه دول اقل مثلا الجرعه بتاعتي حسب الحاله اللي قدامي ديت وحسب الليفل بتاعتي ثلاثه او اربعه لحد ما اوصل للايوثيروديزم وتفضل ثابته معايا فتره طويله، المفروض اني بحافظ على اقل جرعه ممكنه بقى لو انا مثلا وصلت للايه؟ وصلت للحاله بتاعتي، والمفروض ان العلاج بيقول لي ان هو بيستمر تقريبا من سنه لسنتين لحد عشان امنع برضه حصول الهايبرثيروديزم ستيت قدام. طيب يبقى مش بس مجرد ما يتحسن وخلاص ان انا بوقف لا انا بستمر على العلاج لمده سنه او سنتين طيب الانديكيشن بتاعتنا يا جماعه زي ما قلت لك حد جاي لي مثلا بمايلد او مودريت جايتر مثلا خلاص وفي فرصه ان يحصل ريميشن مثلا فيها او حاجه تاني حاجه مثلا لو هو كوموربيديتي وذ سيرجيكال ريسك مثلا يبقى في الحاله دي برده الجراحه مش اوبشن متاح بالنسبه لي تمام او مثلا ايه في ليميتد لايف اكسبكتيشن في فرص اكثر ان هو ينتهي حياته بفتره طويله او ان هو عمل عمليه قبل كده مثلا في الرقبه فصعب ان هو يعمل عمليه ويزيل الغده دلوقتي يبقى بنقول مع بعض دي الحالات اللي هلجأ فيها للأدوية اورم واحدا كده طيب الكونترا عندنا بيقول لك لو هي غده كبيره قوي او ريتروستينال جويتر زي ما ناخد في الجراحه انها كبرت قوي لدرجه انها نزلت يا جماعه في بدايه الصدر كده يبقى دي لا دي لازم تتشال على طول او لو في احتمال ان يبقى في مريجننسي برده لازم تتشال على طول يبقى حاجه بديهيه خالص كبرت قوي يا جماعه او فيها ورم يبقى لازم تتشال ايه مشاكلها بس يا جماعه انا يهمني في مشاكل الادويه دي بس انك تعرف انها بتعمل حاجه اسمها اجرانيوروسايتوزيس كلمه اجرانيوروسايتوزيس انها بتقلل خلايا الجرانيوروسايت وخلايا المناعه اللي هي الوايت تمام بالاضافه كمان ممكن تعمل هيباتيك بروبلم يعني علم على ام سي كيو كده الميثيمازول ده ممكن يعمل حاجه اسمها ايه يعمل كولستيزس ممكن يعمل مشاكل في البايل سيستم البروبايل ثيروسيل ممكن يعمل هيباتايتس ويدمر خلايا الكبد خلاص فعشان كده انا لازم كل شويه اعمل سي بي سي عشان اخد بالي ان الاجرانيلوسايتوزس او نقص في الجرانيلوسايد اللي خلايا الدم البيضاء وليفر فانكشن تيست عشان اتابع الايه المشاكل بتاعه الكبد وصلت طيب اخر حاجه شويه بقى ادجفنت ثيرابي ممكن اخدها برده زي ان اخد ادويه بيتا بلوكر طب انا ايه اللي يخليني اخد بيتا بلوكر يا جماعه البيتا بلوكر انا باخدها هنا عشان زي ما تقول كده امنع الايفكت بتاع السمباستيك. مريض داخل اصلا عليك اوريدي بهاكي كاردية وممكن يبقى داخل في اريزميا فمعلش كده اي مريض داخل عليا بالهارت ريت بتاعه عالي او لو هو شخص اساسا كبير في السن وعنده امراض قلب غالبا يبقى على طول لازم اديله بيتا بلوكر يريح لي شغل القلب ميلي عندنا نون سيلكتيف زي ما أنتوا عارفين بالبرانول او ممكن استخدم سيلكتيف على القلب مثلا زي الاتينالول طيب اذر دراجز مثلا ممكن اديها برده في حالات الجرافس ديزيز ممكن مثلا تدي ايودين جلوكوكورتيكويد كولسترامين ليثيوم الحاجات دي يا جماعه بتقلل الخروج بتاع تي او او بتقلل كونفرجن على مستوى التشو يعني هتقلل شويه الاعراض بتاعه الايه الهايبر ثايرويديزم فدي ممكن ادويه مساعده بس كده في الرشده طيب قلنا مع بعض ان الاوبشن الثاني عندي ان اعمل ايه ثيرودكتومي والثيرودكتومي هتاخد ان شاء الله في الجراحه التفاصيل بتاعتها وانواعها يا اما انك تشيل الغده كلها يا اما انك بتشيل الغده كلها ما عدا الكبسول بنسميها نير توتال يبقى في توتال وفي نير توتال توتال دي اني بشيل الغده كلها زي ما اخدت قلت لك اهو تمام لكن نير توتال بشيل الغده كلها وبشيل الكبسوله عشان اسيب الثيرويد جلاند بالبلوت بتاعتها شويه حاجات تاخدها ان شاء الله في الجراحه مش موضوعنا خالص دلوقتي يعني في الجراحه طيب امتى اديها زي ما قلت لك لو في فشل في الادويه او في سيفير ادفيرس افكت من الدواء اللي انت بتديه او الشخص يا جماعه رفض ياخد الدواء اللي هو الراديو اكتيف أيدين مثلا اللي انا مضطر اديه له او عنده هيوج جويتر زي ما قلنا مع بعض او عنده كانسر خلاص كده في مالجنسي الحاجات اللي احنا قلنا مع بعض ما ينفعش ياخد فيها ادويه في حاجات لازم تعملها قبل العمليه ودي مهمه شويه دي بقى تركز عليها ايه هي بقى يا جماعه اول حاجه جنابي لازم قبل ما اعمل له العمليه له شويه انتي ثايرويد طب ليه يا دكتور الحته دي قال لي يا شباب ما انا ممكن وانا بشيل الغده ها جزء من الغده مثلا يتقطع مثلا مني يعمل ثايرويد ستورم صح كده ممكن يؤدي الى هايبر فانكشن فجاه في الغده بتاعتي وانا بشتغل وينزل كل الثيرويد هرمون في الدم ويمرضه قدامه وهو يفطس مني على على سبيل العمليات صح كده كمان ممكن ادي بيتا بلوكر عشان برضو الحاله بتاعت القلب بتاعته تبقى مستقره وانا بعمل عمليه بالاضافه كده ممكن ادي بوتاسيوم أيدايت والبتاسيوم ايودايد ده دا بيتاخد برده عشان يقلل شويه الايه يقلل شويه شغل الثايرو هرمون طيب الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل بما ان الغده دي يا جماعه هايلي فاسكولار ومليانه اوعيه دمويه كتيرة فممكن زي ما احنا عارفين مع بعض اي عمليه في ثايرو جلاند ممكن تعمل بليدنج بالإضافة كده ماشي جنبها عصب بنسميه ريكارنت لارنجيان نيرف بيروح يا جماعه للاحبال الصوتيه فممكن المريض جنبك يحصل له لارنجيان نيرف بولسي وتيبقى خطا منك او ان انت مش بالك وده ممكن يؤدي الى ايه مشاكل بعد كده في الكلام عند المريض ده ممكن يحصل هايبوكالسيميا وده هيحصل بسبب ايه؟ بسبب ان جنابك ممكن تكون شلت معاها الباراثيرويد جلاند فيحصل يا جماعه بريمننت هايبو والشخص ده ممكن يدخل في هايبوكالسيميا نقص في الكالسيوم في الدم. ممكن يرجع يحصل لك ريكارنت هايبو ارثيرويدزم لو انت سبت حته من الغده وكانت الجزء ده يا جماعه برده بايظ فممكن يرجع لك تاني الهايبر او بقى بما انك شلت الغده خالص فممكن يحصل لك هايبو وهنا بسبب ان اوريدي انت ما عندكش اصلا ثيرويد هرمون فانا اساسا لازم يا جماعه امشي المريض ده على ثيرويد هرمون من برا. واخيرا ممكن بقى يحصل مشاكل ليها علاقه بالتخدير العام اللي انا اضطريت اعمله لك اثناء العمليه ده كلام كله فاضي في حاجات بقى ممكن الجا لها بعد العمليات بما ايه في شويه تشو مثلا متبقيين اي حاجه فانا عايز اقلل نشاط الغده مثلا باستخدام حاجه بنسميها ريديو اكتيف ايودين اللي هو بنقوم مع بعض ايودين مشع ايه ده انا هدخل ماده مشعه جوه الجسم مش احنا يا دكتور حافظين في ام الباثولوجي اللي كانت بتكرهنا في عشتنا دي ان المواد المشعه بتعمل مشاكل في, في التشو وتعمل تيومر قال لك اه بس هنا لا احتمالها ضعيف شويه يعني مع بعض يا جماعه دي بالعكس دي افكتيف ها بص كده معايا يقول لك انها افكتيف وسيف وممكن مش محتاج كمان هوسبيتاليزيشن انا بديها لمرضو خلاص بس ستيل برضو ليها مشاكل على الحمل يعني ما ينفعش الحوامل عشان في طفل بيتكون تمام ما تدخلوش ماده مشعه تبقى بتستعبط كذلك برضو يا جماعه ممكن مثلا بعض الحالات ما يقولك لك يقول لك انا مش عايز اخد ماده مشعه انت بتهزر انت بتستعبط مش مقتنع بان ممكن تبقى امنه ولا حاجه برضه ممكن نقول مع بعض لو هو عنده ورم تزود له الحاله بتاعته سؤال او تعمل لي مشاكل ليها علاقه بالثايرودايتس يبقى بص كده يقول لك ايه بريكوشن بتاعتي يا جماعه خد بالك ان البيشنت عنده سيفير هايبر ثيروديزم او شخص كبير في السن او شخص عنده هارد ديزيز لازم الاول قبل ما ادي الماده دي ادي يا جماعه ايه انتي ثايرود دراجز اند بيتا بلوكر حد شاطر يقول لي ليه ليه قبل ما ادي الماده المشعه دي لازم ادي الاول الادويه دي الله ينور عليك تو بريفنت الثايرويد ستور يبقى عشان نمنع يا جماعه الثيرويد زي ما قلنا مع بعض كرايزز او ستورم العاصفه اللي ممكن تحصل بسبب زياده الثيرويد هرمون فجاه كده يبقى لازم قبل ما ادمر الغده بالماده المشعه دي انها هتدخل تدمر الغده قبلها لازم اكون ايه مدي ادويه تكون مقلله شويه كميه الثيرويد هرمون اللي موجودين دول واحتياطي ادي بيتا بلوكر عشان امنع الريسك من الناس اللي اعمل لهم حاجه زي كده لو ما اقدرش اعمل لهم عمليه لو اوريدي اتعملوا عمليه قبل كده في الرقبه فما اقدرش لهم دلوقتي عمليه ثانيه مش عارفين يستخدموا يا جماعه الانتي ثيرويد العاديه او مثلا حصل لهم ريكورنس بعد العمليه اللي فاتت فكل الحالات دي هتلجأ ما عندش قدامي لا اوبشن اخير هو الراديو اكتيف ايودين مشاكله بس ان هو هيعمل بقى تدمير كامل للغده بريمننت هايبوثايرويديزم الشخص ده هيفضل عايش عنده هايبوثايرويديزم ولو محتاج هديله من بره ريلي راديشن ثايرويديتس يعني هو ممكن يعمل اه شويه التهابات في الغده بسبب الراديشن بس نادر شويه حاجه زي كده زي ما قلت ممكن يزود حاله الجرافيس ديزيز بالذات لو هو بيزود التعدد الهرموني في الدم فيزود المشاكل اللي ممكن تحصل في العين البيشنت ماست تيك راديشن بروكوشن زي ما قلت لك مثلا ان هو ايه سيفرال دي افتر تريتمنت افويد كونتاكت وذ يونج تشيلدرن اور بريجننت وومن انت بتاخد ماده مشعه فابعد عن الاطفال اللي معدتهم وحشه او اللي لسه عندهم تطور في الخلايا وكمان الامهات اللي الحوامل دول يبقى كنت انديكيشن يا جماعه زي ما قلت لك فين حالات البريجننسي والاطفال ولو حد عنده افصال مبثي يبقى يفضل تبعد عنه لان هو ممكن يعمل مشاكل برضه في العين طيب اخر حاجه طب امال يا دكتور في البريجننسي بقى ممكن نعالج ازاي ودي بس يا جماعه زيادات كده زيادات ملهاش لازمه بالبهار مش موجوده عندك في الورق بس اعرفها بس احتياطي ان انا في حالات الحوامل الفيرست تشويس عندنا هو ايه هو ان انا وقتها اعمل ايه ادي دواء اللي هو البروبايل ثيروسيل يعني خاطر ان انا اعمل عمليه في فتره الحمل دي هتبقى صعبه بالنسبه لي وخايف قوي ان يحصل ثيرويد ستور يبقى معلش لو سمحت ادي الدواء اللي احنا قلنا عليه الامن للحمل اللي هو ايه البروبايل ثيروسيل بالذات في فيرست تريمستر ما دي الفتره اللي بتكون فيها اعضاء في جسمك في اسم في الجنين يعني بعد الثلاث شهور الاولى ممكن بعد كده نلجا للايه للميثيمازول مفيش مشكله نكمل بيه بعد كده عشان لو استمرت يا جماعه على البروباي كان يعمل في الام هيباتايتس وفاء وهيباتيك فيلير مع الوقت تمام كده هيباتوتوكسيستي يعني وقدر المستطاع زي ما قلنا مع بعض قلل جرعه التيرويد هرمون قدر المستطاع مش عايز ادخل الام ولا العيل في اريزميا وتيكيكارديا ومشاكل علاقه بالسمباثاتيك فحاول تقلل جرعه الدواء قدر المستطاع طول ما انت في فتره الحمل دي كلها واثناء البريست فيدنج برضه يفضل انك تستخدم برضه البوبايثيروسيل عشان برضه الدواء ده ممكن يعمل مشاكل للطفل الراديو اكتيف ايودين بنقول مع بعض يعتبر تراتوجينستي ابعد عنه طب السيرجري برضه بلاش منها زي ما قلت لك بس بنقول مع بعض لو ما تقدرش تستخدم انت سايد راكس ومضطر انك انت تعمل جماليه فهنضطر نعمل عمليه بس يفضل تبقى في السكند تريمستر يعني لما الحمل استقر شويه نبدا ممكن نعمل عمليه ازاله الغده عند الست دي طيب بشكل عام بقى علاج الكومبليكيشن زي ما قلت لك تعالج ازاي الاوفثالموباثي وانها مع بعض خلاص من شويه في التريتمنت للثايرويد اي ديزيز تعالج ازاي الثيرويد توكسيكوزيس هنتكلم عن اخر حاجه النهارده اللي هي الثيرويد توكسيكوز كرايسيس ديت واخر حاجه عندنا اللي هو تريتمنت للاذر كومبليكيشنز والله بقى عنده هارت فيليار ادي دواء وريحه وكلام من ده ديرموباثي يبدا بقى يديله توبيكال تريتمنت او حاجه ممكن نستخدم توبيكال ستيرويد بكميات قليله او حاجه مثلا فتره بسيطه والبون مثلا في حالات الهايبر مثلا لو في بون ديزيز ممكن ابدا اعالج بقى بشويه كالسيوم فيتامين دي حاجات تزود فرص الايه البون ريزوربشن من جديد الفيديو النهارده هو تكمله لنفس الكلام انا لسه بكلمك على ان في زياده في الثيرويد هرمون بس اول حاجه هنتكلم عنها حاجه بنسميها ثايرو توكسيك اللي هو ان في زياده مفرطه يا جماعه في الثيرويد هرمون اللي احنا كنا بنسميها عايزين افكرك بس بالاسباب ايه اللي ممكن يدخل مريض في الثيرويد ستورم دي اخذنا بعضها في الفيديو اللي فات وهفكرك بيه تاني النهارده وازاي بقى بتعامل مع مريض جاي بالحاله دي اولا بنقول عليها لايف ثريدنج كونديشن يعني كلمه لايف ثريدنج يا جماعه يعني حاله محدده للحياه بيحصل فيها في زياده في ثيرويد هرمون طب ممكن تحصل في حاله ايه يا يعني اما الشخص ان هو يا جماعه عنده ثيرويد توكسيكوزيس ما تشخص يعني ما بياخدش ادويه في الحاله دي او ما اخدش ادويه كافيه يبقى يعني الحاله دي يا جماعه ممكن الثيرويد العالي ده يدخله في ايه في ستورمز هنشوف مع بعض دلوقتي بيقول لي انها حاله نادره اه بيزيد فيها كميه الميتابوليزم اللي بيحصل طبعا نتيجه زياده نشاط الايه الثيرويد هرمون العالي ده اول حاجه اهو كوزد باي اكسس ريليز اوف هرمون تمام ايه الحاجات بقى اللي ممكن يا جماعه تطلع الثيرويد هرمون بكميه كبيره تعال نشوف اول حاجه اي حاجه يا جماعه ممكن تعمل زياده في الثيرويد هرمون مجموعه الاستريس اللي هم الاستريس بشكل عام انفيكشن مثلا سيرجري جراحه تروما تمام الحاجات اللي احنا بنسميهم مجموعه الاستريس كونديشن دول في حاجات بقى تانية زي مثلا الراديو اكتف ايودين لما خدناها مع بعض الفيديو اللي فات لما قلت لك انك لما تاخد ايودين مشع بهدف تدمير الغده ده ممكن يقوم مدمر جزء من الغده يطلع كميه كبيره مره واحده من الثيرويد هرمون يعمل توكسيستي في بعض الادويه بقى ممكن تزود شغل يا جماعه الاي ثيرويد هرمون يعني ما تنفعش في مرضى الثيرويد اللي هي الادويه اللي بتزود مثلا شغل السمباثاتيك يعني لما اديك مثلا دواء بيقفل البارا سمباثاتيك او بيشغل السمباثاتيك طب ما انت كده ممكن تعمل مشاكل صح كده ان انا الأنتي انتي انفلاماتوري والاي بشكل عام الحاجات دي ممكن يا جماعه ايه تزود ايه تزود الحاله بتاعتي سوءا الديابيتيك كيتو اسيدوز بما ان اوريدي ده بيحصل اصلا في ديابيتس اساسا تمام والاسيد اللي بتحصل منه دي والتوكسيميا اللي ممكن تحصل من البريجنسي كل دي حالات ستريس بيزيد فيها نشاط الثيرويد جلاند طيب ايه الاعراض مش محتاج احفظها مش محتاج يا جماعه احفظ اعراض لان هي نفس اعراض الجرافيس ديزيز ولكن بشكل اقوى كمان واقوى يعني تعالى نقراها سريعا مع بعض اهو بيقول يا جماعه سوري بيقول يا جماعه غالبا بيبقى الشخص ده عنده ايه عنده مثلا ثايروتوكسيكوزيس ها في هيستوري اوريدي بان كان عنده قبل كده و اوربيتال ساين وجيتر يعني اوريدي في هيستوري يا جماعه ان هو اوريدي كان عنده اعراض زياده تيود هرمون تمام كده ولكن ما تشخصتش بالذات في الحو هو في يونج ايج يعني طيب اول حاجه هلاقي ايه هلاقي اعراض لو انت فاكرين السي ان اس اللي هي شويه الاجيتيشن والنسمنيه حاجات يا جماعه السيمبساتيك عالي وهيبقى وي عنده ويت لوس الميتابوليزم عنده عالي تريمرز زي ما قلنا مع بعض السيمبساتيك عالي عنده في نوزيا فوميتنج كل الكلام ده اخذناه في الفيديو اللي فات ده بنقول عليها البريسيدنت سيمتوم اللي هي الاعراض اللي هيشكي منها طب ايه بقى الاوفر ثيرابوتيكو بقى الحاجات الاقوى اول حاجه يبقى عنده فيفر والحراره بتاعته ممكن تعدي ايه الـ 41 سويتنج نتيجة, نتيجه نشاط السمباثيتك العالي خلاص والانكزايتي برده والسيزر وممكن يوصل لكوما يا جماعه كل دي بسبب نشاط الايه السيمبستيك. على مستوى الكارديو فاسكولار بخاف من الحاجات بتاعت السمباثيتك زي التكيكارديا الريزميا الاريزميا قلنا مع بعض اهم من نوع من الادريز زي هو ايه اتريال فلاتر او اتريال فايبرليشن الاتريال عمليه بسرعه كده ممكن يحصل بقى هاي أو هارت فيليير من كتر يا جماعه ما القلب عمال ينبض بقوه وعمال يطلع دم كتير يعوض بيه حاجه الجسم حصل له هارت فيلير مع الوقت طبعا ممكن يحصل هايبر ممكن يحصل هاي برضو برده او شوك يعني سواء كده او كده بسبب الهارت فيلير طبعا طيب تريتمنت بقى ليها يا جماعه زي بنعالجها اولا الحاله دي ما لو أخذ كده لازم على طول انتنسيف كير يونت ولازم الحقها بادويه وبعد كده اعالج الاعراض اللي عندها يبقى لازم الحقها بدواء يقلل الايودين يعني سوري الثيرويد هرمون واعالج الاعراض اللي عندها واشوف ايه السبب اللي عمل لها حاله الكرايسيس دي كلها يبقى اول حاجه في الادويه لو أنتوا فاكرين كان عندنا مجموعه الانتي ثيرود هرمون اللي هم الميثيمازول او البروبايل ثيروسيل خدناهم في الفيديو اللي فات طبعا ممكن استخدم برضو الايدايد اللي هو السولت بتاع الايدايد ده يا جماعه برضو بيروح يقلل افراز الريليز ثيرود هرمون بس ده بيستخدم فور شورت تايم لان هو بيعمل مع الوقت ايه؟ بيبدا يعمل مع الوقت انتاج في الثيرود هرمون تاني البروبرانول ده بيتا بلوكر ليه يا دكتور استخدمت بيتا بلوكر لو انت فاكرين عشان اقلل نشاط الايه البيتا 1 ريسبتور موجود على القلب واقلل شغل النشاط بتاعت السمباثيك اكتيفيتي ممكن نستخدم الهيدروكورتيزون لان احنا قلنا مع بعض انه بيقلل نشاط او افراز تي اربعة ويقلل كمان تي تحويل اربعة لتي ثلاثة خلاص فده كله ممكن يظبط لي شويه برده الهايبرتينشن يبقى الادويه يا جماعه ما اختلفتش خالص 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 عن الجرافيس ديزيز اللي كان برده بيحصل فيه نفس الكلام ونفس الادويه بالظبط في حاله الاعراض بقى والله لو حرارته عاليه ممكن استخدم انتي مثلا ايس باج استمين في الحاجات من كده لو عنده جفاف مثلا او ضغط واطي يستخدم اي في لو عنده امراض في القلب وهارت فيلر اديله ديجوكسين وادويه مدره للبول او حاجه آه عند عالج بقى اي حاجه مثلا لو عنده نزيف فوميتنج عوضه باكل من بره واخر حاجه خالص يا جماعه تريتمنت للكوز والله لو السبب بتاعي مثلا انفكشن وسبسس يبقى اديله انتي بايرتك. السبب بتاعه تروما السبب بتاعه تيومر اي حاجه من الحاجات بقى اللي احنا قلنا عليها من شويه دي يبقى ادور واروح اعالجها طيب طبعا اتكلمنا قبل كده خلاص عن الثيرويد اي ديزيز تعالى بقى بعد كده نتكلم على حاجه بنسميها توكسيك مالتيبل نودولار احنا ما زلنا مع بعض يا جماعه بنستكمل جزء الهايبر الهايبرثيرويديزم وقلت لك ان من له اسباب كثيره في المقدمه بتاعتنا بس كان مين لي ثلاث اسباب الجرافيس ديزيز وده كان جزء من المحاضره اللي فاتت النهارده هيقول كلمه صغيره بس على التوكسيك مالتي نودولار جايتر وده ثاني اهم سبب والتوكسيك ادينوما او الثيرويد ادينوما وده ثالث سبب عندنا طيب ده من اشهر الاسباب بتيجي اكتر في الناس الكبيره في السن يا جماعه بتيجي اكتر في الالدرلي تمام طيب كده بيقول لك بيحصل فيها هايبر بليجيا سيلز نتيجه ايه؟ نتيجه برضو ان في ميوتيشن حصلت في التي اس اتش جين بس هنا المره دي مش ديزيز لا هنا المره دي يا جماعه في بعض الجينات بايظه ففي بعض الريسبتورز باظت بعض الاماكن في الجايدر او في الغده بتاعتي سوري انتفخت فبدات تعمل موضوع المالتي نودولار ده خلاص يبقى الثيرويد هتبقى منتفخه بشكل عام بشكل نديول هيبقى عنده اعراض الثيرويد بس هنا مفيش اوفثال مبثي ولا ديرماتوباثي لان هنا مفيش يا جماعه الثيرويد ستيميوليتنج انتي اللي كان بيروح يحفز في الجرافيس ديزيز علاجي بكل بساطه طبعا انا اول حاجه عشان نعمل دايجنوزس ممكن زي ما قلنا مع بعض اعمل نفس التشخيص اللي عملناه في الجرافيس ديزيز بالظبط لابوراتوري بعد كده راديولوجي هنا في الراديولوجي اهم حاجه هلاقي مالتيبل اريا من الهايبر اكتيفيتي او الهوت اريا زي ما قلت لك ان هلاقي ايه في الصوره اللي اخذناها في الفيديو اللي فات لما كان في اماكن معينه كده في الثايرويد جلاند مسوده كده ده معناه في نشاط عالي في الثايرويد جلاند في الاماكن دي خلاص وغالبا هيبقى فيها ما بينها وبين بعضها كده اماكن اكتيفيتي بتاعتها قليله التريتمنت طبعا هو ان انا بستخدم غالبا جراحه غالبا هو ده الاوبشن بتاعي الاساسي لان انا علاجها صعب في الحاله ادويه او راديو ايودين بس ده في حاله لو انا ما اقدرش اعمل جراحه كده طيب اخر حاجه التوكسيك ادينوما يا جماعه ودوره حميد زي ما انت شايف معايا ادي الصوره بتاعت الايه المالتيبل نديولا يا جماعه زي ما انت شايف معايا في نديولا اهي شايف الاماكن المسوده دي دي الاماكن اللي نشاطها عالي فدي توكسيك نديول يعني طيب هنا بقى التوكسيك ادينوما شايف في ماس في كتله ونشاطها عالي بس كده يا في ادينوما برده عملت ميوتيشن برده في التي <applause> اس اتش ريسبتور خلت الاستجابه <applause> بتاعته عاليه يا جماعه خلت التي <applause> اس اتش يشتغل براحته في المكان ده فيعمل ايه يعمل زياده في التوتر هرمون من المكان ده بالذات يبقى نفس الكلام هلاقيها سوليتوري سوليتوري نديول يعني نوديول واحده بس تمام كده في النيو في لو انتفاخ واحد يعني قال ايه عنده اعراض الثيرو وزي ما قلنا مع بعض ما عندوش اعراض الجرافيس ديزيز اللي هي حاجات اوفثالموباثي ودرماتوباثي حاجات خاصه بالجرافيس ديزيز نقول مع بعض هلاقي سنجل يا جماعه هوت اريا وبقيه الغده كلها هايبو اكتف يعني لونها ايه فاتح كده زي ما انت شايف معايا ومفيش فيها اكتيفيتي عاليه وبرده هنا ما دام ده ورم يبقى الجراحه هي الاوبشن الوحيد بالنسبه لي ولو هعمل جراحه يفضل اشيل كل الغده او بيقول لك ممكن نشيل بس الغده اللي الجهه اللي بايظه اللوب اللي بايظه بنسميها لوبيكتومي. لوبكتوني او اشيل الازمص باللوب اللي هي بنسميها ازموكتومي بس الحاجات دي مش بالنسبه لي بصراحه يعني لما تيجي تاخد ان شاء الله محاضرات الجراحه الحاجات دي ما عادتش تعتبر بالنسبه لي حلوه لان انا ممكن اسيب حته من الغده اتوقع انها سليمه وتطلع في الاخر ايه فنكوش على راي المثل يبقى احنا كده سريعا يعني يا جماعه اخدنا الجزء بتاع الثايروتوكسكوزس خلال الفيديوهين اللي فاتوا دول <applause> اخدنا مع بعض فيها الحاله بتاعتنا بشكل عام ايه الحاجات اللي ممكن تزود الثيرويد هرمون بشكل عام لحالات الثايروتوكسكوزس معلش خلينا بس معلش فيها على الايه الكلام ده كله اخدناه مع بعض اهو لما قلنا مع بعض ان اهم سبب عندنا كان الجرافيس ديزيز وشرحناه مع بعض التوكسيك مالتي نودولار جويتر والتوكسيك ادينوما ان شاء الله باذن الله فيما تبقى معانا من المحاضرات الجايه هنتكلم مع بعض كده سريعا على ايه سوري <applause> هنتكلم بقى مع بعض على العكس اللي هو يعني ان شاء الله الموضوع اللي هيبقى جاي معانا هو الجزء بتاع الهايبوثيروديزم والفيديو اللي بعده ان شاء الله هيبقى الجزء الخاص بالتوكسيك ايه بالثايرودايتس اللي انفلاميشن في الثيرود جلاند بالتوفيق ان شاء الله أعزمنا على الاطاله والسلام عليكم ورحمه الله